الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا، من ضحايا الأوليغارشيا والأرستقراطية والديكتاتورية في الجزائر، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الحوار المباشر على إذاعة وطني، حيث سنناقش موضوع الساعة اللي هو الأوليغارشيا في الجزائر والتغيير، بدون إطالة وبدون مقدمات مع الأخ نوري من إسبانيا. انتظار هو أنه يلتحق بنا إخوة آخرين حتى باش نثريو هذا الحوار مع بعض، ونحاولوا أيضا على جل باش نفيدوا بعضنا البعض من خلال المعلومات المختلفة، ونحاولوا هو أنه نساهموا ولو بأضعف الإيمان في رفع درجة الوعي لدى كثير من الشباب الجزائري اللي ربما ما عندهمش معرفة وما عندهمش ثقافة واسعة، وربما أيضا منهم اللي حتى ما يحاولش يجتهد باش يبحث. نحاولوا قدر الإمكان هو أن نفيدكم ببعض المعلومات اللي ربما قرناها في بعض المواقع الرسمية ومن خلال الكتب يعني اللي راها الآن متاحة وموجودة. إذن نحن على المباشر مع الأخ نوري من إسبانيا. الأخ نوري، بداية، وش هو التعريف نتاع الأوليغارشيا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، بداية تعريف هذا المصطلح أو هذا المفهوم، هو في الحقيقة أصله يعني كلمة في الأصل يونانية. نعم. وهذه الكلمة في الأصل في اللغة اليونانية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول دائما باللغة اليونانية اللي هو يعني أوليغوس، وأوليغوس معناه قلة، وأرتوس معناه الحكم. هذه الكلمة حسب بعض المفكرين طبعا يعني يقولون بأن ترجمتها إلى العربية من خلال المفهوم الإنجليزي المستعمل السائد أوليغارشي، ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن في السابق يعني في حضون النهضة العربية، أنه قد استخدم من قبل مباشرة من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية، وربما يكون استخدم بمفهوم آخر مغاير. الآن إذا تطرقنا إلى المفهوم أنت هذا المفهوم اللي هي الأوليغارشية، ماذا يقصد بذلك؟ المقصود به هو نظام سياسي، هو أصلا نظام سياسي تسيطر عليه قلة. وهناك الكثير، هنا نلفت الانتباه، يستخدم البعض، بعض يعني المحللين أو المواطنين أو المثقفين يستخدمون كلمة أقلية، ومنهم من لا يتفق ويقول قلة، ويعلل ذلك على أن قلة في المفهوم اللغوي الاصطلاحي يرجع إلى طبقة أو شريحة تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية، وإنما عندما نقول أقلية
ففي المستوى الاصطلاح اللغوي يرجع إلى جماعة قد تكون دينية، مذهبية، إثنية أو غير ذلك. ولذلك هناك الأغلبية أنهم يفضلون استعمال هذه الكلمة أو هذا المصطلح اللغوي اللي هو قلة وليست أقلية، وأنا أميل إلى هذا الجانب، وكل واحد حر بطبيعة الحال. بالتالي الأوليغارشي بالمفهوم الإنجليزي هو نظام سياسي تسيطر عليه قلة صغيرة في المجتمع أو جماعة أو فئة من أصحاب المال طبعا أو من أصحاب النفوذ، بحيث هم الذين يسيطرون ويرسمون القوانين والبرامج على حسب مقاييس مصالحهم، وذلك بطبيعة الحال من أجل الاستمرار والبقاء في السلطة. ويرجع استخدام مفهوم هذا المصطلح كما ذكرنا إلى عصر الفلسفة اليونانية، وعلى رأسهم الفيلسوف أفلاطون كان أول من استخدم هذا المصطلح في كتابه المعروف بالجمهورية، في كتابه الثامن بالضبط. هنا بدأ استخدام هذا المصطلح من خلال تقسيمه للأنظمة الذي هو أعطاها بالأنظمة الأرستقراطية، التيروقراطية، الأوليغارشية، ثم بعد ذلك الديمقراطية. ثم جاء بعده طبعا الفيلسوف أرسطو الذي أعطى المزيد لهذا المفهوم، واعتبر أن هذا النظام الأوليغارشي هو نوع من الحكم الذي يتوقف على الثروة والملكية من طرف قلة صغيرة في المجتمع. إذن نرجع ونقول ونعود أن الأوليغارشية هي بطبيعة الحال نظام سياسي، يعني موش هي كما نقول إحنا ناس عفويين يتعاملوا بطريقة عفوية، والله يعني كما نقول إحنا هم عندهم نظام، وهذا النظام يكون يمشي على قوانين سياسية، أو هو كذلك شكل معين من الحكم. وفي هذا النظام السياسي أو هذا الشكل المعين من الحكم تتركز فيه السلطة على مجموعة صغيرة قد تكون تنتمي إلى عائلة، وهذه العائلة تكون طبيعتها الواحدة. عندما نقول عائلة لا نقصد فقط يعني العائلة من حيث النسب والاسم، العائلة تقدر تكون العائلة مافياوية مثلا، يعني كل واحد يفهمها كما بالطرق بالأبعاد المختلفة يعني، أو كذلك تقدر تكون ترتكز هذه السلطة على مجموعة صغيرة في الحزب الواحد كذلك سياسي، أو كذلك تقدر تكون ترتكز في المجموعة الاقتصادية التي تسير وتعمل يعني وتسيطر على النفوذ الاقتصادي بصفة عامة. هذا هو يعني كما نقول إحنا المفهوم، حتى ولو كان مفهوم سطحي وهو في الحقيقة هو يعني الوجود تطرق عليه بصفة خاصة وفي دراسات كبيرة يعني تطرق إلى أبعاد كثيرة. وهذا المفهوم تاع الأوليغارشي قد يعني هذا النظام بصفة عامة هو قد ينطبق كذلك على الفئات الاجتماعية، هو ليس بالضرورة أنه يكون كمفهوم يعني كمفهوم تقول كمفهوم ليس بالضروري يكون موجود فقط في نظام سياسي. نوجده مثلا في فئة اجتماعية تتحكم في السوق الاقتصادية، أو كما يقول عندنا مثلا بالفهم العامي يتحكمون في المونوبول مثلا، هادو يكون نوع من الأوليغارشية. أو كذلك يكون فيه نظام ديمقراطي، وفي النظام الديمقراطي هذا الموجود يعني مش بالضروري يكون أوليغارشي، نظام ديمقراطي، ولكن على سبيل المثال نجد أن في المناصب نتاع الحكومة في هذا النظام يشغل فيها يعني أعضاء من الحزب الواحد في المناصب العليا مثلا، هذا كذلك يدخل في هذا المفهوم، وبذلك هو عنده مفاهيم
تجمع نقاط عديدة، يعني لا ينظر لها الإنسان فقط في من منظور واحد أو من زاوية واحدة أو من نقطة واحدة. ولكن على العموم الاتفاق الذي قد يتفقون عليه هو باعتباره نظام سياسي تسيطر عليه قلة صغيرة موجودة في ذلك في تلك الدولة أو في في أو في ذلك المجتمع، وهي التي تسيطر على 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 القوانين وعلى السلطات، وهي التي تسطر وهي التي تنظم وهي التي تستفيد من كل المصالح التي تخصها. هذا هو ما الذي أنا أقدمه فيما يخص هذا المفهوم، وما عرفتش إذا كنت بغيت نمد الكلمة. نعم شكرا الأخ نوري. قبل مرمر كل الكلمة الأخ عبد الرحمن من بومرداس بيودي هو أنه نذكر الإخوة والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا على الإذاعة نتاع وطني، الموضوع تاعنا اليوم هو حول الأوليغارشيا في الجزائر وتغيير. نحن ما زلنا في بداية هذا البرنامج. الإخوة اللي تحبوا تشاركوا معنا بإمكانكم هو أن تتصلوا بي مباشرة دون وساطات عن طريق السكايب بكتابة رسالة فلان من المدينة الفلانية أريد المشاركة في البرنامج. كما أنبه الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا، الإخوة اللي يتصلوا بي عن طريق السكايب عندي أكثر من 3000 حساب. مرات هو أنه بعض الإخوة يتصلوا بي وربما لما ما نجاوبهمش هكذا ولا ربما يغضبوا ولا كذا، ما عنديش الوقت، راني قلتها شحال من مرة باللي راني نسير في الأمور وحدي. راهو العنوان نتاع البرنامج منشور دائما على الموقع نتاع الإذاعة www.radiowatani.com. بإمكانكم الإخوة اللي تحبوا تشاركوا هو أنه تكتبوا لي رسالة قصيرة، قال فلان أريد المشاركة في البرنامج، لما تدخل للغرفة نتاع النقاش طفي الميكروفون وانتظر الدور نتاعك حتى إن شاء الله نعطي لك المكالمة وتفضل فيدنا وفي تخاوتك اللي راهم يتبعوا فينا الإذاعة. أخ عبد الرحمن، إذا كان ممكن هو أنه تزيد تضيف لنا بعض المعلومات المتعلقة بالتعريف نتاع الأوليغارشيا باش نمر للنقطة اللي بعدها. نعم أخي نوربي، بداية تحية لك طيبة مباركة ولجميع الإخوة الحاضرين معنا، أقصد بك الأخ نوري من إسبانيا والمستمعين والذين سيحضرون معنا بعد قليل. في حقيقة الأمر ما قاله الأستاذ الدكتور نوري يوفي الموضوع في قضية تعريف الأوليغارشيا، إلا أنني ألاحظ شيئا أن أفلاطون لما قسم أنظمة الحكم جعل في المرتبة الأولى نظام الجمهورية أو يسمى بالجمهورية المثالية لها، وهذه من ناحية هذه لا تكون في يعني في نظره إلا في عالم المثل يعني المثاليات. أما في الواقع فما قاله يعني الأستاذ يعني فقد وفى يعني تعريف حقه ويمكن أن أضيف شيئا. نعم شكرا الأخ عبد الرحمن من بومردس. إذن نكتفي بالتعريف اللي أضافه الأخ نوري، وبطبيعة الحال فيه معلومات راها منشورة في المواقع نتاع الانترنت بإمكان الإخوة والأخوات وأنه يطالعوها بما فيها من الموقع نتاع ويكيبيديا حتى باش تكون يعني ثقافة عامة لربما الإخوة ما يفهموش المصطلح هذا نتاع الأوليغارشيا. أن الأخ نوري بعد ما عرفنا من أنه هذه الأوليغارشيا هي عبارة عن مجموعة قلة يعني متحكمين في النفوذ، يعني عندهم نفوذ سلطوي سواء سياسي ولا من أرباب المال، هل ترى هذه الأوليغارشيا بالتعريف العلمي بالتعريف الأكاديمي هي موجودة في الجزائر؟ والله احنا رانا في الديمقراطية ورانا في جمهورية وغير الناس برك تبالغ. نعم شكرا الأخ نورتين. نعم هي في الحقيقة موجودة في الجزائر بدون شك موجودة بالمفهوم الذي قد ذكرناه أو بالمفهوم الذي ربما يتطرق إليه الأخوة الكرام ويبحثون عليه كما يشاءون. فبالمفهوم الذي تطرقنا إليه سابقا الذي هو يتمثل في حكم قلة في المجتمع، نعم نعم
هو موجود في الجزائر، وإذا أردنا يعني التطرق إليه ربما نمر مباشرة للسؤال الموالي ليقول كيف نشأت وكيف تمت، ونقصد في الجزائر ربما لو سمحت يعني باش حتى درك نجيو ليها. يا هل ترى هي موجودة؟ نعم هي موجودة، يعني نعطيه أمثلة حتى باش الإخوة اللي راهم يتبعوا فينا، حتى باش تكون عندهم دي زارغومون. يعني كي نقولوا موجوده هكذاك برك وخلاص، نعطيو دي زارغومون. قال مثلا الان راهو هذه الايامات راهو كاين حديث على تعديل الدستور، مثلا المفترض اللغه اثيرت هذه المساله نتاع الامازيغيه بانه تم الترسيم نتاعها ولا تم الدستار نتاعها في الدستور هذا اللي راهم يقترحوه، أو مثلا فيه مادة من المواد اللي اقترحت في الدستور هو أنه الإنسان اللي راه موجود في الخارج ما لازم له باش يعيش في الجزائر مدة نتاع 10 سنوات حتى باش هو يقدر هو يترشح في مثلا في الرئاسة. مثلا نعطيه أمثلة مثالين هذو برك في الدستور نفسه، المفترض هو الشعب هو صاحب السلطة، صحيح ولا راني غلط؟ بالدستور هذا الناس اللي راهم يشرعوا هذه اللغه لمن؟ الشعب الموزمبيق مثلا، على الشعب ما على باليش انا راهو جاي في قاره واحده اخرى، ولا للشعب الجزائري؟ شكون هو اللي حدد اللغه؟ شكون؟ الشعب الجزائري والله مجموعه من الناس حابين يفرضوا رواحهم على شعب، اذا كان بالديمقراطيه اللي هي تعني الحكم نتاع الاغلبيه، الأغلبية هي اللي تقرر اللغة اللي تتكلمها، وإذا كان الأغلبية راها هي اللي عندها السلطة، المفترض هي اللي تشوف شكون اللي اختارها، هي اللي تعرف صلاحها. الأغلبية فيها ناس مفكرين، فيها ناس باحثين، فيه دكاترة، فيه علماء، فيه كذا، وهذا الشعب مش قاطيع نتاع غنم، والا اقليه هي اللي راح تحكم. تفضل الاخ نوري. نعم شكرا. يعني انت ذكرت يعني بعض الامثله، والامثله كثيره، وكما ذكرت مثلا احنا الان لما ذكرنا يعني كمثال اللي جبته الان اللي هي الماده مثلا 73 من الدستور الجديد، اللي فيه مثلا نص اللي ذكرته مسبقا اللي هو نص مثلا اي واحد مثلا باش يترشح لي يكون مرشح لازم تكون عنده الاقامه 10 سنين في الجزائر، فهذه مثلا هذا نص يدل على 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 كما نقول احنا التمركز الاوليكارشي، يعني ماهوش فقط موجوده، يعني هذا يدل على انها عندها جذور باش هذا النص ندار وقالوه وداروا في الدستور الجديد، هذا يعني ان عندها جذور، ماهوش يعني لانها تضرب البعيد. نعم اذن السؤال هو اللي قودنا للسؤال اللي بعد، انا حبيت على جال باش نديروا تمهيد حتى باش نلصقوا هذيك الافكار بعضها البعض. اذن الاوليغارشيا هذه ما جاتش درك، كيفاش خلقت هذه الاوليغارشيا؟ كيفاش يعني نمات حتى انه صاروا فيه مجموعة أقلية من أرباب المال ومن السياسيين ومن العسكريين متحكمين في مصير تاع شعب، صاروا هما أنه يقروا في كل شيء، يختاروا اللغة اللي يحبوها للشعب، يختاروا الدين اللي يحبوه للشعب، يختاروا الأسعار اللي يحبوها للشعب، صاروا متحكمين في المصير تاع الشعب. منين جوا هذ الناس هذو؟ نعم شكرا الأخ نورتين. هي إذا بطبيعة الحال احنا نتكلم ونخصوا على المجتمع الجزائري، لان الاوليغارشي كل مجتمع وعنده اوليغارشيه خاص بها يعني من خلال المراحل. احنا الان نتكلم على الجزائر ونقولوا كيفاش نشات الاوليغارشي في الجزائر، منين جات، كيفاش بدات. كان البعض ربما يتساءل يقول نشات من ظهور مثلا هاد ارباب العمل اللي راني نشوفهم الان، ربما كان الانسان اللي يشوفها هكا، كان انسان ربما يقول لا نشأت من ظهور مثلا الجنرال توفيق والدي ار اس، كان ربما اللي يقول لا ربما نشأت من خلال إزاحة الدي ار اس، كان مثلا يشوف يقول لك لا نشأت بظهور الجنرال خالد نزار،
يعني كان يعني كل واحد يقدر يشوفها من منكر. ولكن انا حسب رايي، هذا طبعا يبقى راي خاص بي انا، نشاه الاوليغارشي في الجزائر نقسمها لثلاث مراحل. فالمرحله الاولى تعود الى ما بعد الاستقلال مباشره، حيث هذه المرحله يعني كيفاش عملت هذه المرحله؟ تدخل بطبيعه الحال كل هذه المراحل تدخل في تطور انظمه الحكم والنظام اللي رانا فيه والنظام الاوليغارشي. إذن في مرحلة ما بعد الاستقلال كانت تتمثل بالأساس في التفرد بالحكم وإقصاء، يعني كما كنت عارفوا ويعرفوا الجميع الثوريون الحقيقيون والمواطنين المخلصين وكل ما جرى كل يعرفهم، منهم من هجروهم، منهم من سجنوهم، منهم من قتلوهم، يعني ومنهم كما نقولوا احنا من مثل به وإلى آخره. ومن تلك المرحلة مباشرة ما بعد الاستقلال سمح بإنشاء نوع جديد من النظام يشبه إذا صح التعبير بالنظام الدكتاتوري على شكل يعني نظام الحزب الواحد. ومر هذا النظام كما تعلمون لسنين شاب، هذه أنا نسميها المرحلة الأولى. جاءت من بعدها المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية أنا ردها أو نرجعها إلى بداية التسعينات، لأن هذه المرحلة وكما يسموها الكثير بالعشرية السوداء هي لم تكن عشرية سوداء فقط للقتل والدماء، ونعم هذا موجود، ولكن كانت هناك أهداف أخرى أبعاد أخرى. فهذه المرحلة كانت تعتبر القطيعة ما بين النظام السابق وإنشاء وتمهيد لنظام لاحق. هذه الدور التي لعبته هذه المرحلة، وبالتالي هذه المرحلة التي تم فيها في هذا القطيع السياسي إن صح التعبير، ماذا فعلوا؟ تواصلوا في إقصاء كل المواطنين المخلصين، وتعلمون بذلك منهم من اعتقلوهم، منهم من اغتالوهم، منهم من قتلوهم، منهم من سجدوهم، منهم من أجبروا عليه النفي، من تعلموا كل الشعب الجزائري يعرف بذلك. يعني الساحة السياسية والساحة كما نقول احنا الاجتماعية وأخلاهوها، يعني فناوها من الناس من الروح الوطنية المخلصة كما نقول احنا، جروا امرهم كلهم. هذه المرحلة الثانية اللي اعتبرها، لماذا؟ تمهيدا للمرحلة اللاحقة التي تبدأ يعني كما تعلمون بمجيء الرئيس بوتفليقة. وهذه المرحلة في المجيء انتها في البداية وش دارت؟ يعني شكلت في المرحلة الأولى كانت تعمل على بداية استرجاع بما يسمى بين قوسين الهيمنة أو هيبة الدولة عن طريق سياسات لماعة، يعني لماعة توحي للمواطن بمستقبل ظاهر وباستقرار وبضمانات، وهالضمانات يعني هي بين قوسين غير صادقة. ومن هنا يعني من خلال هذه المرحلة ومن خلال هذا النظام الموالي ماذا نشأ؟ خلق ذلك الناس اللي كانوا في المرحلة السابقة الوسطى، هذه المرحلة اللي دارت قطيعة واللي مروا عبرها انتهازيين وناس خونة وناس اللي ما عندهمش كفاءة والناس اللي يحب المناصب والمصالح، كلهم تسربوا في هذه المرحلة هذه وأخذوا المناصب. وفي المرحلة الثالثة اللي نتاع بوتفليقة يعني داروا الجذور نتاعهم ولعبوا بالثروة نتاع الشعب والمواطنين، وتخلقت عندهم ثروة هائلة حتى أنكم وليتوا تشوفوا كالناس كنتم ما تعرفوهمش، ما عندهم لا مصداقية ثورية ولا وطنية ولا ثور ولا عمل ولا ما عنده والو في السيرة الحياة نتاعو. تبقوا تشكوا منين جا الإنسان، تشوفوه رب عامل هائل تقول انت الإنسان نينجا المجنون ويستحيل فيه. إذن هذه المرحلة الثالثة هي التي كرست الجذور نتاع الأوليغارشي، يعني هيئت البيئة ولات الاختلاسات كما راكم تشوفون تاع الأموال والنهب، ولات يعني نصبوا وناس يحيطون بهم والحاشية وتقوية الحاشية وإقصاء الآخرين الذين يريدون الإصلاح والتغيير ومحاربتهم حتى يبقوا هما دائما في تلك القلة التي تكلمنا عليها التي تسيطر وتنظم وتبرمج وتدستر وتفعل ما تشاء. هذا هو يعني المراحل الثلاثة كيفاش نقسمها، كيفاش مرت وصلنا لها الآن.
يعني هذا حسب رأيي. نعم. والله أعلم وكل واحد. شكرا الأخ نوري من إسبانيا. الميكروفون تفضل الأخ عبد الرحمن في نفس النقطة. نعم الأخ نور الدين، أنا أظن أنه اليوم يوجد نوع من توارد الأفكار مع الأستاذ إحنا نوري. نعم. في حقيقة الأمر ما قاله الأستاذ نوري يعني يلخص نشأة الأوليغارشيا يعني في الجزائر. نعم. ولكن أنا أريد أن أضع يعني حصيلة أو حوصلة عن نشأة الأوليغارشيا، فأقول لأن نشأة الأوليغارشيا في الجزائر هي نشأت من رحم الفساد السياسي وتركيز السلطة في نظام العصبة. العصبة هذه يعني في بداية الاستقلال كانت يعني متكونة يعني من جزئين، يعني نظام يعني تحالف يعني سلطة يعني المدنية. هذا ذرك هذا حداد هذا وربراب هذا يدخلوا في الأوليغارشيا هذه ولا لا؟ نعم يدخلون في الأوليغارشيا. نعم، لأنهم يعني هم أرباب الأموال والقايد صالح. نعم يدخلون في الأوليغارشيا لأنهم يمثلون اليوم النظام، يعني نظام وجه جديد للنظام في الجزائر. والسعيد بوتفليقة. نعم صحيح، لأنهم عبارة عن تحالف يعني ثلاثي من أرباب الأموال يعني المشبوعة أو المنهوبة المسروقة من خزائن الشعب الجزائري. أنيس رحماني وعلي فضيل. نعم إعلام الإعلام صحيح، هذا الإعلام يعني الفاسد الذي يروج للأضاليل والكاذب يعني كما يقال يعفن يعني الوسط الإعلامي في الجزائر. قلت بأن هؤلاء جميعا هم يمثلون يعني عصبة، الآن يمثلون عصبة تستولي على الحكم وتتقاسم فيما بينها المصالح ضاربة بعرض الحائط بجميع مصالح الشعب، وحتى ضاربة يعني معرضين كل الإعراض عن يعني عن اسمه عن الخطر الداهم الذي يتهدد يعني الجزائر في وجودها، ليست كدولة ذات مؤسسات، لأن الجزائر كدولة ذات مؤسسات يعني قد قضي عليها. لأن الحاضرين يعني الحقيقة أنهم يعني يذهبون إلى يعني قضاء الدولة الجزائرية ككيان موجود. نعم أخي النور. نعم شكرا الأخ عبد الرحمن. الميكروفون ربما نزيد نضيف بعض المعلومات يعني حسب الوجهة نتاع النظر تاعي اللي ربما تزيد تثري هذا النقاش، في انتظار هو أنه ربما يزيدوا يلتحقوا بنا إخوة آخرين يشاركونا في هذا البرنامج بالآراء نتاعهم وبالتصورات نتاعهم حتى باش إن شاء الله نفيدوا بعضنا البعض. أخ عبد الرحمن راهو عندك تشويش في الميكروفون تاعك، حاولوا أنه تخرج وتعاود تدخل. أعتقد ظهر من عند الأخ نوري. أخ نوري من عندك أخ نوري؟ نعم أنا راهو الميكروفون كان مفتوح، ربما راهو من عندك الخلل. إذن أعتقد أنا من خلال المعلومات اللي عندي ومن خلال بطبيعة الحال الأشياء اللي رانا نشوفوا فيها، كاينة ربما أشياء اللي الإنسان يطالعها يقرأها يعني كثقافة عامة مثلا فيما يتعلق بالمصطلح هذا نتاع الأوليغارشيا، ولكن كاينة أشياء ما تقرأهاش في الكتب، كاينة أشياء تشوفها في الواقع. بعض الأشياء اللي راني رايح نحكيها لكم أنا ما تقرأوهاش في الكتب، رايحين تشوفوها في الواقع اللي تشوفوه بعينيكم. الأوليغارشيا هذه في رأيي أنا موجودة في الجزائر، موجودة. أعطيت مثالين. أخ نوري عاود خرج وعاود دخل، راهو الخلل من عندك. أعطيت مثالين.
المثالين هذو كما قلت أنا الدستور يعني الآن اللي راهم بين قوسين يقترحوا فيه للجزائر، يعني المنطق يقول هذه اللغة والله الاقتراحات هذه المفترض في أي بلدان دول هذه اللي تحترم نفسها والدول هذه اللي تقول أنها ديمقراطية الدستور هذا لا يعدل، يعني موش وقت ما نفحت لك تعدلوا تتعدلوا، لا يعدل إلا برأي الشعب، يعني يحدث حوله حوار داخل البرلمان، يحدث حوله حوار داخل الأوساط هذه المثقفة في وسائل الإعلام، وتشارك النخب وشاركوا هذه المثقفين وتشارك المؤسسات نتاع الدولة في الإثراء نتاع النقاش قبل ما يصادقوا عليه، في كل الدول اللي تحترم نفسها وفي كل الدول هذه اللي حاملة شعار نتاع الديمقراطية. في الجزائر وفي هذه الدول نتاع العالم الثالث مع الأسف الشديد تبقى بين قوسين هذا المصطلح هذا، اللغة اللي حبوها هما لغة القوم، والقوم هذا الناس مش القوم يعني عامة الناس، هذا الناس اللغة اللي حبوها يفرضوها على الشعب كأنه شعب لا يستشار، كأنه شعب عبارة عن قاطيع نتاع غنم هما يسيروه وما يمشيوه، شعب ما عنده حتى رأي، وهذا دليل من أنه فيه أقلية هي اللي تحكم، دليل قاطع الرأي نتاع الشعب مغيب. هذا الناس كيفاش هما وصلوا، كيفاش الناس هما راهم يحكموا؟ بطبيعة الحال كاينة أشياء مرتبطة بالاستعمار، كاينين ناس عندهم خط مع الاستعمار، العقلية الاستعمارية مازالها موجودة، ربما في وقت من الأوقات ما كانتش يعني الأمور راها بهذا الشكل نتاع أرباب المال وهذا الشكر اللي راهم يصرفوا في البلاد، الجهلة والرؤوس هذيك العفنة هذيك ما كانوش موجودين، يعني مثلا في الوقت نتاع بومدين كنتوا تشوفوا انتم واحد كيما هذا راهو الطليبة هذاك اللي راهو درك يمشي في البرلمان ويتكسل، كنتوا تشوفوا انتم في هذه الأشكال، وهذا سعداني وهذا القايد صالح كنتوا تشوفوا في هذه الأشكال، ربما موجودين ولكن موجودين على مستوى محلي، مش موجودين وين قيادات صاروا يحكموا في البلاد، وهذا ربراب وهذا واسمه حداد وما على باليش واش. كاينة أشياء مرتبطة بالاستعمار، مرتبطة بالاستعمار كيفاش؟ الاستعمار نهار اللي خرج خلى الأذيال تاعو، كاينين الناس اللي داو كانوا حفات عورات أعطيت لهم أراضي من طرف الاستعمار، كتبوها لهم باسمائهم خرجوا خلوهم، صاروا هما يبيعوا في هذوك الأراضي وصاروا من أرباب المال، دو أراضي قطع أراضي بالهكتارات. الإنسان اللي يحشم، الإنسان اللي عنده النيف، الإنسان اللي عنده المروءة، الإنسان اللي عنده الأخلاق تلقاه ربما راهو جاهد وساهم في التحرير تاع البلاد، وتلقاه ربما سكنة ما عندوش، بينما هذا الناس كان منهم اللي يتعامل مع الاستعمار كانوا حركة، وفيما بعد لما خرج الاستعمار صاروا من أرباب المال. هذه البداية نتاع النشأة نتاع هذا الشوكر اللي راهم موجودين في البلاد. ربما في الوقت نتاع بومدين في الوقت هذاك نتاع الاشتراكية صار فيه تأميم للأراضي، وراكم تعرفوا هذه المسألة، وكانت كاينة مؤسسات نتاع الدولة حتى إذا كانت فيها نقائص، وهذه الأمور نقدر نتفهموها، موشي باش نغطيه ربما بعض ضعاف النفوس نغطيه على الحقبة نتاع بومدين، والله لا نتفهموها، لأنه الاستعمار لما خرج الله غالب كانت النسبة نتاع الأمية كبيرة، المدرسة الجزائرية ما كانتش موجودة، كانت اللي كان موجود كانوا موجودين للجوامع فقط، والله الزوي هذا ما كان،
لكن المدرسة الجزائرية مش ما كانتش موجودة، يعني حطموها كسروها. إذا كانت اللغة موجودة وإذا كانت أمور موجودة من قبل ما يجي الاستعمار، تكسرت أثناء الاستعمار. بالتالي لما خرجت فرنسا كانت فرضة الفرنسية باش انت تعرب لازم لك أساتذة ولازم لك معلمين ولازم لك باحثين ولازم لك مفكرين ولازم لك علماء ولازم لك كذا ولازم لك كذا، لازم لك أيضا وسائل. فهذا الناس هذو هما لقوا هذيك الأرضية الخصبة اللي وجدها لهم الاستعمار. ولما خرجت فرنسا خرجت بضمانات، راها من بينها كاين أشياء موجودة في الاتفاقية تاع إيفيون، بحيث هو أنه الناس اللي كانوا يتعاملوا مع الاستعمار ما لازمش يتمسوا، وبقاو هما موجودين في الإدارة، موجودين في الإدارة من على المستوى المحلي إلى الفوق، موجودين في البلديات. تلقى واحد راهو كان كاتب عام والله وعنده خط مباشر، تلقى واحد كان رئيس بلدية، تلقى واحد كونطابل حاكم المحاسبة، كانوا موجودين. وهذا الناس اللي أعطيت لهم الأراضي كيف كيف هذو خدامين معاهم. درك هذا الناس كونوا ثروة، ربما في الوقت نتاع بومدين هي الحقبة اللي ربما كاين الناس يقول لك باللي بومدين هو اللي جاب ضباط فرنسا. دائما نسمع الكلام أنا هذا، هو اللي جابهم هو كذا. لكن هذا الناس بالاعترافات نتاعهم راها الحقبة اللي كانت مريرة عليهم هي الحقبة نتاع بومدين. هذه الأوليغارشية هذه وقتاش هي ولات ثعبنت، وقتاش هي ولات نمات في وقت الشاذلي. هذيك نتاع الشعار نتاع من أجل حياة أفضل، وصار الذيب صار يسوق في الجزائر. الأوليغارشية هذه نمات في وقت نتاع الشاذلي. كاين فيها عندها أرضية اللي عندها ارتباط مباشر بالاستعمار، ولكن نمات في الوقت نتاع الشاذلي. وفي وقت نتاع بوتفليقة ولا تمشي بالديكابوطابل، مشات في وقت الشاذلي، بحيث هو أنه الشاذلي للأسف الشديد كان المستوى الفكري والثقافي نتاعه كان محدود، بالإضافة إلى أنه ما كانش يعني يقدر يتحكم في البلاد كيف ما كان بومدين، لا من حيث الذكاء نتاعو ولا من حيث الكاريزما نتاعو ولا من حيث الرجال اللي كانوا معاه. اللي جابهم هذا توفيق وهذا وش اسمه العربي بالخير وتواتي والشلة هذوك اللي معاه، هما فيما بعد صاروا جابوا خلقونا هذه الأشكال اللي راكم الآن راهم موجودين. هذو الأرباب رانا تحدثنا عليهم في موضوع سابق، أرباب في الإلكترونيك، أرباب تاع البنان، أرباب تاع السكر، أرباب تاع القهوة، الأرباب في كل مجال. إذن هما هذه الأوليغارشية هذه زادت لقات الأرضية، خاصة في الفترة هذه نتاع الأزمة هذه نتاع التسعينات، بحيث هو أنه كانوا ناس يرازيوا فيهم، واحد يقتلوه ويديوا له الأرض نتاعو، عائلة كامل تدمر، عائلة كامل تروح يرحيوها، كيف ما رحاو عائلات بأكمالها أثناء الفترة نتاع الاستعمار. مورست السياسة نتاع الاستعمار في التسعينات، بحيث هو أنه أيضا فيه ناس اللي لقوا الفرصة نتاع هذيك نتاع الامن وسمو، صاروا هما يديو في اراضي، يديو في مناصب، يديو في كذا، وتفرعنوا، والان راهم صاروا يحكموا في البلاد. هذه باختصار انا المداخله نتاعي فيما يتعلق بهذه النقطه نتاع كيفاش نشات الاوليغارشي هذه وكيفاش نمات. الاخ نوري فيما يتعلق بالأهداف نتاع الأوليغارشي هذه، يعني وش هي الأهداف تاعها؟ نعم، بصفة مختصرة في الحقيقة الأهداف هي واضحة، يعني ما تقدرش تغيب على أي واحد، يعني كل واحد يقدر يشوفها بالعين المجردة إذا إن صح التعبير.
فمن الأهداف يعني الواضحة نتاع النظام الأوليغارشي هو السيطرة على كل المشاريع الاقتصادية والمالية لإثراء الثروة المالية، ويصبح عندهم نفوذ اقتصادي مالي يتحكمون فيه كما يشاءون. يعني يصبحوا هما كما نقولوا احنا، كما يقولوا الناس بالعامية، هما الشيفان وحنا خماسين عندهم. هذه هي باش نقرب المفهوم الى الشعب. فهذا هو الهدف نتاعهم. وعندما نقول هذا هو الهدف نتاعهم، يعني لإثراء الثروة المالية والسيطرة عليها، عندهم هدف آخر كذلك في نفس الوقت، وهو يعملون على تفقير الشعب. وكي نقول تفقير الشعب، لا أقصد بالمصطلح المفهوم يشوفوه الناس أن نولوا مزرين ولو لا، يعني هذا مفهوم تفقير الشعب بالمفهوم الحضاري الآن يختلف. يعني الفقير مثلا الآن نشوفوه الإنسان بهذا المصطلح اللي نقوله، يخليك ديما تجري وراه 30 سنة 40 سنة وانت تقول له اعطيني السكن، 40 سنة وانت تطلب فيه وتجري وراه وتقول له اعطيني الشغل، 50 سنة وانت تجري وراه باش دير عملية جراحية. هذا هو معنى تفقير الشعب بالمفهوم الحالي الآن في مفهوم الدولة الحالية. ليس معناه أنك تمشي بسروال مقطع ولا ما عندكش ما تاكل ولا ما عندكش وين ترقد ولا، يعني دي مفهوم خاص بالمقياس التي تمشي عليها الدول الأخرى التي نراها. إذن هذا هو كذلك الهدف. الهدف أنه من ناحية إثراء الثروة المالية والسيطرة عليها، ومن ناحية الأخرى هو تفقير الشعب وجعله كله متسولين. يعني هناك طبقة أو قلة تسيطر وتحكم وتسطر وتستغل وتستثمر هذه الثروات، وهناك طبقة جد كبيرة من الشعب متسولة بصفة عامة. ويعني لا شك أن هذا الوضع وهذه الأهداف، يعني أنبه لهذه الناس لأصحاب الأوليغارشية، شوفوا الخطر اللي راكم غادي تسدوا به الأمة بهذا المفهوم. هل تعلمون الأخطار ولا ما تعلموش الأخطار؟ إحنا الأهداف أنا ذكرناها، والأهداف راهي مصالحكم ليكم، يعني الشعب مسكين ما غادي ينال حتى شيء. بصح شوفوا الأخطار اللي الأوليغارشي كذلك راها تدي، هذه كذلك لازم نديروها، درسوا، شوفوا ما هي الأخطار التي تصل إليها المجتمعات التي تقودها وتسيطر عليها قلة صغيرة في النظام الأوليغارشي. غادي تشوفوا غير الدمار، الخراب، الثروات، التحطيم، كل شيء هذا غادي تشوفه في المستقبل. واللي يقول لي العكس مرحبا يتفضل. إذن من بين الأهداف نتاع الأوليغارشي الأخ نوري هو الثراء. ثراء النفوذ، التسلط، تحكم في رقاب الناس، تحكم في الاقتصاد، تحكم في الأرزاق نتاع الناس، يصيروا يستعبدوا في الناس، يصيروا يتسلطوا عليهم، ويصيروا يتحكموا في المسألة نتاع التوجيه. لأنه ذوك رانا نعرفوا الآن فيما يتعلق بالوسائل نتاع الإعلام، هي الهدف من بين الأهداف تاعها هو التوجيه، يعني الاحتكار، احتكار تاع السلع، الاحتكار تاع النفوذ، بالإضافة إلى الاحتكار حتى في التوجيه، حتى باش هو يصيروا يطوعوا في الشعب هذاك، ويصيروا يروضوا فيه، ويصيروا يمشيوا فيه، ويقولبوا فيه كما حبوا. نعم، هذا يدخل ما قلته كذلك ربما إذا اتفقنا عليه في مضمون يعني استمرارية النظام الأوليغارشي، الوسائل التي يستعملها كيفاش يتم السيطرة على الثروات وكيفاش يبقى في الاستمرار، ومن خلالها مثلا استعمال العنف والتخويف والقضاء على فكرة المعارضة الاجتماعية من الأساس نتاعها. هما ما يبغيش واحد يكون معارض ولا يبين الحقائق ولا في المشافه واحد الضوي بنصير يقضوا عليه. هذه من يعني الطرق التي استعملوها. كذلك يستخدموا سياسة فرق تسد سواء كان في الجهوية أو في الجماعات المحلية أو في المذاهب الدينية أو يعني في كل الأمور. هذه الوسائل التي يستخدموها من أجل السيادة في هذا النظام، من أجل البقاء والاستمرار في هذا النظام، ومن أجل استغلال واستمرارية استغلال الثروات وإثراء الثروات والنفوذ بصفة عامة. لأنه إحنا كما نقوله إثراء الثروات والاستغلال معناها النفوذ، معناها هو كي تكون عنده مثلا يسيطر لك على مثلا الاستيراد، كما يقولوا الناس المونوبول نتاع مش عارف تاع السكر نتاع القهوه نتاع الزرع نتاع الحيوانات نتاع السلاح نتاع الدواء نتاع كل شيء عندهم.
يعني إذا جا واحد مواطن بسيط يمشي يدير مثلا يدفع يدير رجيس باش يدير مثلا ممنوع عليه، ماشي ممنوع عليه مباشرة ولكن يخلقوا له عواقب، فبالتالي باش يبقى المونوبول كل هذا المونوبول يبقى عندهم هما. يعني انت حنا نبقاو خماسين عندهم، حنا نبقاو نظفوا اللوجينات نتاعهم، نبقاو نخدموا دي ترونسبور عندهم، نبقاو نجيبوا لهم ليسونس عندهم، نبقاو يعني خدامين عندهم بصفه عامه، هذا هو. ونزيدوا نبقاو نطالبوهم، يعني نبقاو متسولين لهم، اعطيونا السكن، ديروا لنا المستشفيات، جيبوا لنا الدواء، جيبوا دائما. هذه الحياه اللي باغيين نبقاو عليها، ديما نطلبوا فيهم، ديما نطلبوا فيهم. هذه هي يعني الاهداف نتاعهم بصفه عامه. نعم، شكرا للاخ نوري. في انتظار هو أن ربما يزيدوا يلتحقوا بين الإخوة حتى باش إن شاء الله نثريوا مع بعض هذا النقاش هذا وهذا الموضوع هذا. للمفترض هو أنه مقارنة بمواضيع واحدة أخرى، هذا موضوع يتعلق بمصير نتاع بلاد، من المفترض هو أنه الناس تشارك فيه. مانيش عارف واش الشيء اللي عطل الإخوة، ربما عندهم ظروف ولا مانيش عارف. المهم راني ننتظر فيكم من حين الى اخر على جل باش تزيدوا تشاركوا معنا في هذا النقاش حتى باش نفيدوا بعضنا البعض. الاخ نوري، الان بعد ما درنا التعريف هذا نتاع الاوليغارشيا وشفنا الاهداف نتاعها كيفاش نشات وكيفاش نمات، يا هل ترى في الدساتير وفي القوانين الجزائريه فيه ما يكرس الاوليغارشيا؟ يعني حسب المطالعه نتاعك للدستور مثلا ولا القوانين هذه، يا هل ترى فيه ما يكرس لهذا الأوليغارشي؟ وإلا هو أنه القوانين شيء والأفعال شيء واحد آخر. نعم، الآن إذا من خلال مطالعتنا للدساتير والقوانين في الجزائر، هل هي تعمل في صالح الأوليغارشي أو يعني تعمل لصالح الشعب ويعني والمصلحة العامة؟ إذا أردنا للتطرق وللتوضيح يعني بصفة مختصرة وباختصار طبعا الى هذا الموضوع، نرجع الى الدستور تاع 2008. كل معلوم انه صرا فيه يعني تعديل، والتعديل المعروف يعني اللي صرا اول مره في الجزائر، اللي هو يعني يسمح بالعهده الرابعه. هذا يعني يلفت الانتباه الى انه فيه اوليغارشي كانت موجوده وكانت تساهم في تعديل هذا الدستور لاستمرارية بقاء ونفوذ الأوليغارشي. هذا يعني بصفة عامة، يعني لازم نقول العهد الرابعة لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل الشعب، من أجل أي شيء. يعني هل كانت في يعني الدولة في خطر، كنا في حرب، كنا في مش عارف احنا عندنا أمور خطيرة اللي ما تتطلبش، كان كل شيء كما يعني راكم تشوفوه، يعرفوا كل الشعب الجزائري كل الأمور ماشية. ويعني ولا ما مرتش العهد الرابعة كان قادر يمر واحد اخر ويدير امور اخرى اللي ما تدي حتى الهلاك ولا اي شيء. ولكن هذا التعديل اللي تم في الدستور العهد الرابعه، يعني على كل حال كان الناس اللي يسمع هذا الكلام اللي هم مصحاب العهد الرابعه ربما لا يعجبهم هذا الكلام، فهم احرار. احنا ما نقولوا لهم لهم رايهم ولا لنا راي، احنا نقولوا كلامنا ويقولوا كلامهم. بغاو يمشوا مع العهد الرابعه هم احرار، ولكن احنا نقولوا بحسب المفهوم تاعنا والتصورات تاعنا كذلك. إذن هذا من ناحية. من ناحية أخرى نعود الآن إلى الدستور الجديد، وكما ذكرنا مثلا المادة هذه 73 التي صدرت مجددا، ما معناها هذه المادة والنص الذي ذكرنا سابقا؟ معناها أن أي واحد ليس غير مقيم لعشر سنوات في الجزائر لا يسمح له بالترشح. وطبيعة الحال هذه المادة المنصوصة الجديدة هذه هم يعتبرونها يعني بمثابة يعني حاجز تمنع المواطنين الذين هم ينادون بالإصلاح والتغيير أن يصلون إليهم، وهم في الحقيقة وقعوا في خطأ كبير. وأنا أقولها لهم من الآن، نقول لهم بلي المادة والنص اللي نصبته في 73 يا ليتكم تكملوا عليه وينتخبوا عليه. أنا نتمنى، لأنه في مصلحة الشعب المخلص ولا 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 سمحت يعني الظروف نقدر نشرح ذلك، ما موش مشكل. يعني هم لغبائهم ويعني وكما نقولوا احنا والمشاكل اللي راه عايشين فيها والتخبطات والانسداد ما انتبهوش جيدا الى العواقب نتاع هذه الماده، بلا راح تكون ضدهم. نتاع يعني الماده ضد الماده اللي ذكرناها، هذه النص اللي هو نص في الماده 73 الدستور الجديد
اللي يقول يعني باش الواحد يعني يترشح لازم يكون عنده على الأقل 10 سنوات إقامة دائمة في الجزائر. نعم. هذا القانون، هذا النص من المادة طبعا. كيفاش ضدهم هذا؟ شوف نقول لك الأخ نوري، سامحني بركة، سامحني نقاطعك بركة على جل باش نثري وهذا النقاش. هما ذركا كاين مواد اللي راهم مأمنين بها، وكاين مواد مفتعلة، مواد ربما هما يديروها فقط على جل باش يجروا الناس باش تتحرك، لأنه عارفين باللي كاين مقاطعة وكاين قطيعة بينهم وبين الشعب، بالتالي هما يستحدثوا بعض الأشياء هكذا ويحركوا الناس حتى تشوف ذوك انت قال مثلا الناس تعلى فلان راه معارضين، يولي هما معارضين على جال باش هما فيما بعد يقنعوا الناس حتى لك إلكش مجلسات في البرلمان والله، وتصري فيه خبيط في البرلمان وخبيط انت كراسي وضرب وكذا، وقال هاي الديمقراطية. ذرك هما كاين أشياء اللي ديروها إكسبري على جال باش هما يستدرجوك باش انت تدخل في اللعب انتهم هذي، وكاين أشياء اللي هما مأمنين بها، مأمنين بها ويمشيوها كما حبوا. تفضل الأخ نوري. نعم هذا يعني احتمال كذلك، احنا ما لا نقصي كل الأراء ولا نقصي كل الاحتمالات. نعم. يعني احنا دائما لما نحكي ما عندناش حقائق يعني مطلقة 100%، كل واحد عنده رأيه في بطبيعة الحال، هذه يعني رحمة الاختلاف وهذه رحمة التباين بطبيعة الحال. أنا أقصد بذلك، كنت أقصد أن هذا النص من المادة السابقة الذكر إن كان يعني إن كانت نيتهم يعني تحاشي وعرقلة إن صح التعبير المواطنين المخلصين من المشاركة في 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 يعني في الترشح إلى الانتخابات، فهم قد أخطأوا. إذا كانت نيتهم هذه يعني في هذه المادة فهم أخطأوا، وسوف تعودهم بهم بالضد. لماذا أقول ذلك؟ لأنهم بهذه المادة المنصوصة هم يعرفوا باللي أغلبية المواطنين المخلصين هجروهم للخارج، هم بأنفسهم هم اللي أفرادهم باش يهربوا باش يهاجروا، ولو كان ما هاجروش وما هربوش كانت عندهم عواقب ما يعلم بها غير ربي. وراه تعرفوا مؤخرا المرحوم مثلا أي تحمل، راه تعرفوه، هو شكون ينكر في وطنية المرحوم أي تحمل؟ شكون يقدر ينكر فيه الآن يقول لك لا ما هوش مواطني وما كانش يعمل الوطن وما هوش ثوري؟ بوضياف سجنوه ومن بعد فرضوا عليه لجل باش يكون لاجئ، ونهار اللي زيروا راحوا جابوه. نعم يعني احنا نعطيو امثله بسيطه ولكن هما بالالاف، لما نقول يعني ربما بالملايين بالشيء اللي راه موجود الان في الخارج، يعني يكون يجون عندهم فيهم الكثير من اللي هما مواطنين عاديين ربما كانوا موظفين ولا مساهمين وما نعلموش بهم، ويعني حتى هما راهم مهمشين هم بالالاف. وبالتالي اذا كانت النيه نتاعهم من وضع هذه الماده في الدستور التي هو لاقصاء هاد المواطنين التي نذكرهم، سواء كانوا في مواطنين عاديين او مسؤولين سابقين او ثوريين او سياسيين، فهم قد اخطاوا. لماذا؟ لان هذه الماده بالضبط هذه اللي داروها هي اللي غادي تكون السبب في تحريك البنيه التحتيه باش يتلاقاو الناس المخلصين اللي في الخارج والمخلصين اللي هم في الوطن، ويكونوا شبكة موحدة ويتحاموا ويعملوا لتغييرات السلطة. يعني علاش قلت أنا غادي تكون في ضدهم؟ وربما هذا هو السبب، هذه المادة اللي هم داروها بيدهم هذه اللي غادي تحطمهم إن صح يعني النية نتاعهم كانت هكا. يعني الآن مثلا نعطيك مثال، نجيب مثال كان نجيبه مثلا باش يعني مانيش هنا باش نجي مع إنسان ولا باش نضرب أمثلة، والمثال الواضح اللي الآن هو موجود اللي نقدر نعطيه بالأمثلة باش نوضح الفكرة هو مثلا رشيد نكاز. مثلا رشيد نكاز كل الناس يعرفوه كان من واحد اللي كان يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية، فبالقانون هذا اللي راح يدعوه بالنص هذا اللي موجود في المادة 73 بالتالي لا يسمح له. يعني هذا نعطيه كأمثلة، ولكن هذا لا يعني أن رشيد نكاز مثلا لا يحق له أو لا يستطيع أن يكون إن أراد وكان مخلصا بطبيعة الحال واجتهد أن يكون رئيسا في المرحلة القادمة، لا يستطيع أن يكون بالمادة هذه بوجود المادة يستطيع أن يكون رئيسا في المرحلة القادمة إن شاء. وبالتالي
إنشاء أنه لأن المادة لا تمنع بالنشاط السيادي أو المساهمة السياسية، المادة واضحة تمنع من الترشح فقط، وبالتالي المشاركة والسياسة لا تمنع. وإذا أرادوا أن يقولون لا تشاركوا ولا تمارسوا، طبعا الحال يعني إحنا أنتم تولوا مستعمرين الآن، إحنا ما نولوا جزائريين خلاص، يعني أنا ما عنديش لا ما كاش تلحق حتى بالمشاركة. وبالتالي هاد الناس أنا من عندي يواصلون في الأخوة، يرشحون موكلين عندهم إقامة، الناس اللي يثقوا فيهم عندهم إقامة دائمة لعشر سنين أو على الأقل في الجزائر، يتعاونوا معهم. وعلاش قلت لك هذه المادة هي اللي غادي تلقي الأخوة اللي موجودة في الجزائر والسارقين واللي موجودين في الخارج؟ هذه هي المادة نقول لك اللي غادي تضرب من حديد هذا النظام اللي غادي هو يؤدي كما نقولوا، هذا هو اللي غادي يؤدي إلى تحطيم هذا الاستبداد الدائم، وإن شاء الله أتمنى أن تكون ذلك. نعم. هذا هو من أكون. نعم، شكرا الأخ نوري. فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع دائما نتاع الأوليغارشيا حول الدستور والقوانين، في اعتقادي أنا حسب المطالعة المتواضعة هو أنه فيه ثغرات متعمدة، وأيضا بالإضافة إلى ذلك عندهم السحرة نتاعهم من المحامين ومن الناس هذو اللي راهم يخدموا معهم العمالة نتاعهم، يأولولهم القوانين هذيك سواء عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق القنوات الفضائية. الآن راهو عندهم الفيسبوك، راهم دايرين صفحات ويمونوا فيهم، وراهو عندهم جيش إلكتروني إلى غير ذلك من أجل تضليل الشعب. عندهم ثغرات مستحثينها سواء داخل الدستور أو داخل القوانين العادية، وهذه القوانين عندها كما نقولوا عدة مفاهيم، فهمت؟ هما يستعملوها كيف ما حبوا، لما يرضاو على واحد يخليه يفوت، لما هما يكون واحد قال راهو يشكل عليهم خطر، يشكل خطر على المصالح نتاعهم، يفتعلوا له القضية هذيك ويمنعوه. وهذا المسألة هذه نتاع الدستور هذه ما هيش خلقت برشيد نكاز. رشيد نكاز هذا ربما إذا كان راهم يشوفوا في ناس باللي راهو يحرج في النظام، انا على بالي باللي انا نشوف فيه باللي راهو هو يخدم في هذا النظام، راهو يقدم لهم في الخدمات الجليله، هو وكثير من الناس اللي راهم دايرين رواحهم معارضين لهذا النظام قدموا لهم في خدمات جليله لهذا النظام. هما عندهم الناس معارضين اللي راهم موجودين في الخارج واللي راه المواقف نتاعهم ثابته، واللي راهم من خلال هذاك النضال المستمر والمتواصل راهم يصنعوا في رأي داخل الجزائر، بالتالي هما يحاولوا يمنعوهم، ماهوش قضية نتاع رشيد نكاز. وموش غير رشيد نكاز، يعني في وقت سابق نعطيك مثال، هذه المسألة نتاع المرأة الأجنبية في من كانوا يقصدوا فيها في السابق؟ كانوا يقصدوا في مهري وفي أحمد طلب الإبراهيمي. أحمد طالب إبراهيمي كان متزوج بلبنانية، ومهري كان متزوج بسوريا، وداروها من أجل منع أحمد طالب إبراهيمي ومن أجل منع واسمه مهري، ومن بعد ولوا تراجعوا عليها. القضية نتاع المجاهدين هذيك كيف في المرة الأولى سمحوا النحناح ترشح في 95، وفي 99 ما خلوهش يفوت نفسه، يعني نحنا في 95 كي احتاجوه خلاوه يفوت، كي شافوا باللي ترشح نتاعو في 99 راهو رايح يقسم الرأي هذاك اللي هما حابين يصنعوه خلاوه جبدوه، وفيما بعد ركيبيروه بعثوا له الجماعة ومن بعد ركيبيروه. إذن هما هذا فيما يتعلق بالموضوع هذا نتاع الأوليغارشيا، هذا هما دايرين مستحثين قوانين يفسروها كما حبوا، عندهم السحارة نتاعهم في وسائل الإعلام، في البرلمان، في الصحف، في كل مكان، بالإضافة إلى التعامل مع القنوات الأجنبية. راهم عندهم دوكا المراسلين تاعهم في فرانس 24، عندهم في البي بي سي، عندهم في الجزيرة، على جال كلهم يخدموا في خدمة واحدة، عندهم تنسيق يخدموا مع بعضهم تاع الجهاز هذا تاع المخابرات، وينسقوا مع بعضهم. وإلا راكم تتبعوا راه الان اعترافات بالصوت وبالصوره، ماشي رانا نحلوا
راه اعترافات بالصوت وبالسرعه. ومؤخرا هذاك تاع المخابرات هذاك نسيب عباس مدني ولا اسمه راهو يعترف بالصوت وبالسرعه باللي راهو كان يخدم في الخارج، كان يخدم في شكل معارض وتابع الحزب جبهة التحرير بالصوت وبالسرعه، يعني ماشي قال رانا وقيل رانا نتوهموا، اعترافات بالصوت وبالصوره وانت هذا اللي راهو حط روحه مكلاسي روحه مع الوطنيين ومكلاسي روحه مع الناس النظاف اسمه الناس النظاف والنزهاء وكذا، ما بالك الملطخه ايديهم بالدماء؟ هذوك راهم شياطين في 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 صوره نتاع ادميه. اذن هما فيما يتعلق بالقوانين هذه عندهم القوانين دايرينهم مكيفينها حسب المصالح نتاعهم هما. الاخ عبد الرحمن. نعم اخي نور. اخ عبد الرحمن ما زلنا دائما في النقاش حول هذا الموضوع هذا نتاع الاوليغارشيا، رانا مشينا يعني في بضع النقاط. الان فيما يتعلق بالشعب، الشعب يا هل تراه هو راه راضي بهذا الاوليغارشيا؟ لانك لما انت تكون راك انت رافض المفترض هو انه يكون عندك رد فعل. يا هل ترى الشعب هو راه راضي يعني راه لاقي راحته مع هذا الناس اللي راهم هما يعني مستأثرين بالنفوذ هذا بالسلطة بالمال الفاسد بالإعلام بكل شيء؟ هل ترى الشعب راه راضي؟ نعم أخي نور الدين، فيما يخص الشعب، الشعب هو أقسام، فمنهم من هو غير راض ولكن مستكين نظرا لظروفه المحيطة به، ومنهم من هو رافض وممتعض يبدي امتعاضه، ومنهم من هو رافض ويعني مقاوم، وهؤلاء هم قليلا من الشعب الجزائري، ومنهم من هو راض لانه متورط مع احنا كي نقولوا شعب الاخ عبد الرحمن نقصدوا الاغلبيه، اغلبيه نتاع الشعب، اغلبيه الشعب غير راضي، لان الاقليه وما يحيط بها الهالة السوداء هذه التي تحيط بها هم المستفيدون من هذا الوضع. الأكثرية خلاص درك حنا هذو رانا عرفناهم، رانا قلنا باللي راهم أوليغارشيا، هذو راهم دايرين نظام، راهم مستأثرين بالمال، مستأثرين بالإعلام، مستأثرين بالقوة نتاع السلاح بالجيش وبالوسائل اللي راها عندهم، بالإضافة إلى التعاون نتاعهم مع الخارج، هذا امر مفروغ منه. ولكن الاغلبيه نتاع الشعب هذه يا هل ترى هي راها راضيه؟ لما نقولوا احنا راها رافضه كيفاش؟ نعم انا قلت بان الاغلبيه ليست راضيه على الوضع، على هذا الوضع، ولكن قلت بان هذه الاغلبيه هي مقسمه، ولو جاءت هذه لو كانت هذه الاغلبيه يعني موحده على قوامت هذه الأوليغارشيا ولا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. قلت بأن هذه الأغلبية منقسمة على نفسها لماذا؟ لأن السنين التي مرت بها الجزائر جعلت الشعب الجزائري لا يثق بعضه في بعض، بالتالي يعني أصبحت كل فئة تنزوي بمستوى مصالحها. الأغلبية الغالبة من الشعب المسحور هؤلاء لهم ظروفهم ولهم يعني طموحاتهم يعني حبيت تقول لي بعبارة أخرى فيه أغلبية رافضة هذا الوضع ولكن مغلوبة على أمرها، يعني ما عندهاش إمكانيات، ما عندهاش قدرات اللي تقدر تفرض روحها بها، وبالإضافة إلى ذلك هي أنها منقسمة، واستغل هذا النظام هذه وهذا الأوليغارشيا استغلوا هذاك الضعف هذاك ويعني يستعملوا فيه من أجل على جل باش يبقوا هم في السلطة. نعم الأغلبية الغالبة قلت بأنها يعني مغلوبة على أمرها. لماذا؟ أولا لعدم وضوح الرؤية، لأن هذا الأغلبية الغالبة هم عبارة عن شعب
والشعب له مجال، نعم، له حياة، له واقع. هذا الشعب لا يأكل ولا يشرب ولا اسمه شعارات إلى غير ذلك، لكن له وضع اقتصادي، له يعني مسؤوليات، له يعني كل فرد إلا وله من هؤلاء إنه عائلة، نعم، يعيدها، يريد أن يحميها، يريد أن يعني يصل إلى نوع من العيش الكريم. لماذا الناس يعني تناضل؟ نعم. من أجل أن تكون يعني حرة وتعيش معززة مكرمة في وطنها. هذا هو يعني الهدف الأول، الهدف الأول من النظام. نعم. الكرامة، الكرامة لها جانب، يعني جانب اقتصادي، جانب اجتماعي، جانب ثقافي إلى غير ذلك. لهذا هذه الأوليغارشيا قد يعني تحكمت يعني في مقدرات الشعب الجزائري. نعم. هذه المقدرات جعلتها يعني معولة تفريق بين الشعب. نعم. هذا هو. نعم. نعم، شكرا الأخ عبد الرحمن. نفس النقطة الأخ نوري. نعم، شكرا. إضافة إلى ما ذكره الأخ عبد الرحمن، أضيف بعض النقاط. طبعا في هذه النقاط أنا كذلك أتفق مع الأخ عبد الرحمن أنه الشعب يعني ينقسم فيه وفيه، يعني لا حتى لا نعمم على الجميع. ونذكر مثلا على سبيل المثال أن عندما نقول فيه وفيه، من المعلوم أن النظام الأوليغارشي هو يعني بطبيعته هو نظام مستبد، وكذلك هو في نفس الوقت وش يدير، هو يخلق ميليشيات سياسية إن صح التعبير. نعم. وهذه الميليشيات تكون تعمل لصالح، نعم؟ نعم، من يسمع فيه. وهذه الميليشيات تكون تعمل لصالحه، يعني كي نقول علاش قلت هنا ميليشيات سياسية، يعني هذه الميليشيات تكون فيها أفراد، تكون فيها ناس، تكون فيها موظفين، تكون فيها مساهمين، وهذه هم ناس، هم مواطنين جزائريين، وبالطبيعة الحال هاد الناس يكونوا يعني راضيين بهذه الأوليغارشية، لأنهم هما راهم يخدموا فيها، راهم يخدموا لصالحها، راهم يستنفعوا بها. يعرف باللي هذه الأوليغارشية كون تروح غدوة غادي بلاصتو طير مثلا، أو على الأقل يعني المصالح نتاعو اللي راه يتمتع بها اللي هي يعني كيما نقولوا غير قانونية غادي تمشي له، وبالتالي هو راضي بالأوليغارشية. وهذا موجودين كثير. تسمع يعني كيما نقولوا حنا بالمفهوم الشعب الآن يقول لك الشياطين، من هما الشياطين؟ هما داخلين في هذا الأوليغارشي، هما الناس اللي راهم يساهموا باش تبقى هذه الأوليغارشي باقية، لأنه هو بالمفهوم الشعبي لما راه يشيط، راه يشيط لهذيك القلة اللي راه تسيطر على الثروات والنفوذ والسيطرة وما شابه ذلك، وبالتالي هو راه يساهم، وهذا مواطن راضي. كان هناك مواطنين طبيعة الحال غير راضيين، اللي هما يعني منسحبين بطبيعة الحال، وهما عارفين وما راضينش بهذا النظام. ربما كان منهم اللي هو يسعى بطريقته الخاصة، وكان هو اللي ربما عنده ظروف ما تسمحلوش، كان اللي هو ربما غير واعي وما يعرفش كيفاش يساهم وكيفاش يتطرق، كان اللي ما يعرفش مثلا كيفاش يتكلم، كان منهم كذلك اللي هو ما عندوش علم بالنظام الجزائري كيفاش راه، كان اللي عايش عالم آخر، كان اللي راه عايش ما تقولوش من النظام، يقولك ما لاباليش لا أوليغارشي ولا رأس مالي ولا الدياراش، ما لاباليش خلاص، صم بكي لا يتكلمون. نعم. هذو كذلك موجودين يعني فيهم وفيهم. وبطبيعة الحال الآن كون جيونا نفصلوا يعني ترجع إلى حسابات ودراسات استاتيستيكية هي التي تفصل هذه النقاط وتقسم يعني هذا الأنماط وهذا الأنواع بصفة عامة. هذا ما نعم. شكرا الأخ نوري. فيما يتعلق بهذه النقطة، الشعب بطبيعة الحال هو أنا وأنت والإخوة اللي راهم يسمعوا فينا وعامة الناس، بالتالي كاين الصالح وكاين الطالح، كاين من الشعب اللي راه هو متواطئ مع هذا الجماعة هذو اللي راهم يمثلوا هذا النظام،
متواطئ معهم اما بالسكوت اما هو انه متواطئ معهم يخدم معهم لانه راه هو يمص راه يرضع في الحليب راه يرضع في البزوله كما يقولوا هو راه متواطئ معهم بالتالي درك احنا باش نقولوا الشعب راه راضي ولا ما هو راضي دوك انت لما تقول باللي راه شعب هو ماهوش راضي بهالاوليغارشي هذا واش هو الدليل يا ترى فيه راه تحرك رانا نشوفوا فيه انت دوك مثلا خذ غير موقع نتاع الفيسبوك الفيسبوك هو ماهوش هو الشعب هو راه موقع وين انك تلقى فيه عينات من هذا الشعب شوف فاش راهم يقضيوا اوقات نتاعهم في الضحك وفي اللعب وفي التفاهات بينما الموضوعات اللي من شأنها هي أنها تساهم في إيقاظ الناس والله في رفع نتاع الدرجة نتاع الوعي نتاعهم والله تساهم في تغيير هذه الأوضاع المتعفنة الناس ما على بالهاش بها صحيح هو أنه الناس تشكي صحيح هو أنه الناس راها رافضة هذه الحقرة ولكن مش تعمل مش تعمل يعني الإيمان ليس بالتمني تذوق تتمنى باش تدي الجنة ولكن ماكش تعمل لها تذوق لما انت راك انت راك ترفض في هذ الناس اللي راهم هما يسوسوا في البلاد كيفاش انت لما يجيو يتحركوا ناس على جال باش هما يسعوا للتغيير تقول لهم انت باللي راك مديروا في الفتنة وين راك انت ياك مع النظام وين راك انت اللي ضد النظام هذا شوفهم في من راهم يساعدوا شوفهم في من راهم تذوق لما تلقى انت ناس يقول لك باللي على هذ المعارضين باللي خونا وين راك انت تقول لي باللي هذ الناس راهم هما ضد النظام هذا وراهم هما ضد هذا الفساد هذا وراهم ضد هذا الاوليغارشي وين امور منقسمه والشارع منقسم الشارع منقسم فيه ناس اللي راهم يأيدوا في هذا النظام عرانا شفنا في هذه الايام الاخيره فقط بمجرد الخروج نتاع المسودة هذه نتاع الدستور رانا شفنا الناس اللي كانوا هما دايرين رواحهم باللي راهم يعارضوا في النظام وراهم مش قابلين به بمجرد هو انه درجوا لهم هذه الدستور نتاع الامازيغية خلاص راهم صاروا دايرين عراس وايضا في المقابل كاينين الناس بمجرد هو انه درجوا هذه المادة حتى ولو انها راها قال تست ولا راه كذا هذه نتاع منع الناس في الخارج خلاص خلاص خرجوا من الازمه هذو منين هذو من شعب الهند ولا يراهم جزائريين اذن فيهم الصالح وفيهم الطالح فيهم الناس اللي راهم راضيين بهذا الوضع راضيين بهذا الاوليغارشيا والله لا على بالهم لو كان يجي واحد من اسرائيل ويحكم البلاد والله لا على بالهم هاني نقولها على العام والناس تسمع والله لا على بالهم ناس مت القلوب نتاعهم مت الضمائر نتاعهم والله لا على بالهم شكون اللي يحكم البلاد وكاين ناس صحيح هو انه راهم يتألموا صحيح هو انه راه الناس مش عاجبها الحال ولكن للاسف شديد ماهمش يخدموا يا سيدي احنا الان دوك نمرر النقطه اللي بعدها احنا نقولوا ذوك عامة الناس ذوك اللي كنت تقولي انت ذوك الاخ عبد الرحمن والاخ نوري باللي كاين منهم اللي ناس مش مثقفين وكاين الناس ما يعرفوش وكاين الناس ما عندهمش وعي وكاين الناس ما عندهمش امكانيات وكاين يا سيدي ناس كاين مثقفين في الجزائر ولا ما كانش كاين نخب في الجزائر ولا ما كانش وين راهم فيما يحدث في الجزائر تفضل الاخ عبد الرحمن نعم أخي نور الدين كلامك يعني صحيح وموضوعي إلا أن قضية النخب الموجودة في الجزائر النخب في الجزائر هي راهينة يعني تخصصاتها وتشعباتها الإيديولوجية النخبة يعني قد الإيديولوجية كل حزب بما لديه فريق أنا يعني بحكم يعني تواصلي يعني في وسط مع النخبة يعني نعم هم يعني أقارب ومقرب من الأصدقاء يعني وجدت يعني كل له يعني نظراته وفلسفاته يعني
الفكرية نحو الموضوع. يعني أنا أعتقد بأن المشكل أنهم يصدرون عن نظريات أكثر مما يصدرون عن الواقع، هذا واحد. النقطة الثانية أنهم يعني أصبحوا راهينة لواقعهم الاجتماعي. النخبة من النخبة المثقفة يعني مينا المفروض أنها تمثل يعني لب أو جوهر الطبقة الوسطى في المجتمع. إلا أن يعني الطبقة الوسطى في المجتمع يعني بدأ يطالع. نزيدوا نضيفوا لهم الشباب، نزيدوا نضيفوا لهم الطلبة في الجامعات. وين راهم؟ يعني والله شوف يا أخي نوردي، الواقع يقول بأن الطلبة يعني واقع النخبة الجزائرية يعني خاصة في هذا 16 سنة الأخيرة أصبح يعني بحالة يورثى لها، بحالة يورثى لها يعني التكوين الفرد أو تكوين الإنسان الجزائري أصبح يعني. أنا راني وقيلا راح نولي نأمن بالكلام اللي قالوا لنا واحد الأخ واحد المرة من كندا، كنا نتحدثوا في واحد الموضوع قال لي باللي راهو شعب مدوبي، راه مدوبيو داروا له دوباج. صحيح صحيح صحيح، يعني اصبحوا يعني شوف يعني الوطنيه لابد يعني كل انسان في اي بلد لابد له يعني من رمق من الوطنيه حتى يستطيع ان يعيش في بلده. قولوا سمي. نعم اصبر الاخ الكريم، اصبر درك يكمل المداخله نتاعو الاخ عبد الرحمن ومن بعد نجي لك. كاينش مشكله، طفي الميكروفون. تفضل الاخ عبد الرحمن. نعم، اي شاب في اي بلد لابد له من حد او من مستوى معين من الوطنيه يعني شعورا وفكرا مقومات وعملا ايضا شدها حتى يستطيع ان يعيش في وطنه وأن يقاوم وأن يعطي. ولكن أنا يعني أرى بأن وللأسف الوطنية في الجزائر أصبحت يعني قاسمة يعني المصالح أو يعني الغنيمة، أصبحت يعني قاسمة الغنيمة. يعني إذا اغتنمنا من هذا الجزائر شيء ونحن وطنيون نتغنى بالوطنية، وإذا يعني لم يعني نوصل من هذه الغنيمة فنحن نكون جزائري وبين كل شيء. نعم يعني ما كاش نقولها يعني بالكلام البسيط، ما كاش روح التضحية، يعني روح التضحية يعني ما عاش نقولوا إحنا للجزائريين نقولوا ما راح يعني لو حروح فيكم في البحر. نعم التضحية يعني النظر القليل من التضحية ما كاش الإنسان يهضر معاك يقول لك يعني هذه وهذه وهذه، من بعد يدور يخالف رجليه برك تلقاه يبيع ويشري الشيء اللي كان في الشيء اللي كان يهضر معاك. نعم يبيع ويشري في القيم، يبيع ويشري في أبقاتش. هذا يعني هذا مصيبة، هذه يعني فساد يعني طالع يعني. نعم القيم. نعم شكرا الأخ عبد الرحمن. الأخ اللي دخلت معنا الآن الاسم نتاعكم منين راك تكلم فينا؟ مرحبا بك. محمد الأمين من تيرت. مرحبا بك الأخ. وقيل الحاج حمد. صحيح. أيوة. صحيح. مرحبا بك. لاباس الحمد لله، تمام بخير. والله لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. الأخ الكريم رانا نتحدثوا اليوم في موضوع حول الأوليغارشيا. نعم الأوليغارشيا، رانا الآن في النقطة المتعلقة بالطبقة السياسية، المثقفين هذو، النخب، الطلبة، عامة الشعب. يعني لما احنا نقولوا باللي راه كاين أوليغارشيا يعني وين راهو رأي الشعب؟ هل ترى الشعب راهو راضي بهذا الفساد، راهو راضي بهذا الاستبداد، راضي بهذه الدكتاتورية، راضي؟ يعني كي نقولوا احنا باللي راهو ماهوش راضي نعطيو الدليل. تسمحني نتكلم؟ تفضل تفضل. الاخ بابا اللي راك تكلم معايا. نعم تفضل. شوف الاخ بابا. نعم. فرعون عليه لعنة الله. نعم.
الشعب اللي كان تحت السلطه تاعو. نعم. ما قالهمش انا ربكم حتى نلقى الارضيه مهيئه، حتى نلقى الشعب هذا يقبل بالربوبيه تاعو، الا قالهم بلي انا ربكم يقبل بهم. نعم. يعني النظام الجزائري هذا ما تغاش على الشعب الجزائري، حتى نلقى الشعب الجزائري نلقى الارضيه مهيئه، نلقى الشعب الجزائري قابل للطغيان، الشعب الجزائري قابل للاستعمار، يعني حاشا 20-30% حاشا، راك فاهمني؟ نعم، يعني كاين القابليه. كاين القابليه بنسبه 70-80%، راك فاهمني خويا؟ نعم. يعني النظام، شوف نقدر نقول لك النظام الجزائري، نقدر نقول لك في هذه النقطة نظام ذكي، لأنه ربما أنا ما رانيش طالع للأحداث تاع بصح، ربما راه يخدم أديب سيكولوج تاع بصح مختصين، يعني راهم يدرسوا في نفسية الشعب. نعم. أنت باهي يلحق رئيس حكومة مثلا والله وزير، أنا نظن ما راهش مجنون، نظن ما راهش سكران، نظن ما راهش مهبول، نظن ما راهش يدي في الجزائر للنهار، باهي يلحق للجزائريين يقول لهم ندير لكم كلاب نجوعكم. ما يلحقش وزير على المباشر في انتخابات، يعني في حملة انتخابية للرئيس، يقول للشعب يقول لهم ينعلبوكم اللي ما تحبناش. مؤخرا بالك راه على بالك تاع العمال واش راه قال تاع النقابة. نعم. النقابة وزيد 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 واش راه باه نختصروا الكلام. هاد الناس راه على بالهم باللي الشعب ما يدير والو. شوف نقول لك حاجة، الشعب الجزائري اليوم حذاري أخي حبابة، أخبابة حذاري ثم حذاري، انك تكون مدرب لكرة القدم او رئيس فريق يخرج عندك الاتابية يحطم البلاد، يحطم كل شيء، يطالب بحبسك، يطالب بمحاسبتك، والله تكون يعني لاعب في فريق وتضيع ضربة جزاء راح تكبر عليه. اما انك تكون رئيس تكون سياسي اسرع اقتل هذا الشعب، حرق البلاد واحد ما يهضر معك، يعني معناتها تضيع بينالتي. اسمح لي اخي خبابة، يعني هذا الشعب دمر له الحياة نتاعو، يجيب خواتاته ويجيبوا نساهم ويجيهم على التروطوار ويولوا يصفقوا عليك ويهدفوا بالاسم تاعك. اما انك تكون لاعب وتضيع بيناتي فحذاري ثم حذاري. راك فاهمني يا نعم. اخي خبابة. نعم. يعني رانا لحقنا للمستوى هذاك نتاع مانيش عارف الا تعرف الحادثه هذيك نتاع الناس اللي قتلوا الحسن والحسين وراحوا يسالوا على قتل نتاع ذبابه، يعني بمعنى انه الناس راه لحقت لهذا المستوى من الرداءة. يا ريت الرداءة اقل من الرداءة. ما انك تتكلم على الاوليغارشية اليوم، حتى الشعب الجزائري شعب مادي، لا عندك الدراهم يجي تحت كرعيك، ما عندك والو ما تسوى والو. نعم. حتى الشعب اليوم راه يتبع في المال، راه حتى اليوم الشعب شوف والله اسمح لي اخي خبابة، يعني والله كارثة، يعني نلحقوا انا الله اعلم، استغفر الله يا ربي، ربي سبحانه وتعالى يسامحني على هذا الكلام، ما رانيش داخل في القلوب تاع الناس وفي العقائد نتاعهم، بصح نقول لك حاجه اخي خبابة. انا نقدر نحلف لك باللي اغلبيه الشعب الجزائري نتحداهم اللي يقول لي نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحبه كيف كيف مع ميسي، ماشي اكثر، كيف كيف مع ميسي نقولوا تكذب. عندهم ميسي والله نقول لك حاجه، والله يعزوه بألف خطره على الرسول صلى الله عليه وسلم. ورونالدو نعم، رونالدو يحبوه اكثر من ربي. ميسي يحبوه والله، نقول والله يحبوه اكثر من ولديهم، اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. الشعب هذا يا اخي خبابة تنتظروا فيه انت، يعني والله كارثه. الدول تضحك علينا انه تجيه قناه، احنا ما جبدوش الاسم، قنوات هذيك النظام، قنوات اللي تنشر في الدعاره وفي الشذوذ الجنسي، يجوا يديروهم اضحوكه، يقولوا لهم راح عندنا فامبير في غردايا في سنه 2013 ولا في سنه 2014، والشعب يصدق. هذه كارثه. اما انك تتكلم لي عن النخبه يا اخي والناس المثقفين، واش من ثقافه اللي عندهم؟ واش من النخبه اللي راك تحكي عليهم؟ واش من رؤساء احزاب؟ رؤساء الاحزاب يمنا يقول لك انا معارض، كي تبقى 4 أشهر للانتخابات يحول الجمل بما حمل، يعني كاع الحزب قواعد نتاعو اطاراته يحولوا الى لجنه مسانده الى مرشح النظام. واش من احزاب هذه اللي تنتظر منها؟ مؤخرا نقول لك حاجه خبابة خويا، لا انا رغم كرهي جبهه التحرير الوطني ورغم كرهي واحتقاري للسعدانيه، لكن مؤخرا والله نستعرض به الواحد اللي تحيت وحتى كرهي ليه ونحتقره، لكن شوف رئيس الحزب الوحيد اللي تهجم على توفيق باللي كان في الحكم، شكون اللي كان يهضر على توفيق ابار سعداني؟ شكون اللي اليوم؟ ولكن علاش ما هضرش عليه لما كان في القوه؟ علاش هضر عليه لما هو؟ لا اخي خبابة، لا كان مازال في المنصب تاعو وتكلم عليه،
حاضروا صراحه قبل لا يسقط التوفيق دار تصريحات سعيداني ويجب التحول الى دوله مدنيه، ما نكذبوش على الناس. مؤخرا الوحيد اللي سمعته رئيس حزب باه الى كشف ناس واحد اخرين مازال ما سمعتهمش الله اعلم، الوحيد رئيس حزب اللي قال اقصاء الشعب كيف احنا نقولوا المهاجرين الجزائريين بالله، هذا قرار غير دستوري، الوحيد اللي قالها هو، ما هضروا الصراحه. اما هذا النخبه اللي راك تحكي عليها واش من نخبه؟ جيب الدبلوم منا بالجزائر، جايبو بالتليفون، جايبو بالمعرفة، جايب ما كان حتى واش من نخبة، ما يخافش ربي يجي يشارك في الكذب، يجي يهمل الشعب مع هذا النظام. شو النخبة اللي تحكي عليها يا أخي خبابة؟ شوف أخي خبابة، النخبة أنا نقول لك الصراحة، النخبة أخي خبابة والطلبة، نعم أنا نسمع فيك، الطلبة اللي راهم في الجامعات في واش من طلبة في الجامعة اللي تحكي عليها؟ كان شكون بكري نسمعوا قال طلبة راهم داروا إضراب، طلبة راهم داروا مسيرة، طلبة راهم داروا تجمع، دوكا طلبة ما يكزيستيوش طول. نعم أخي خبابة، واش من طلبة اللي تحكي عليهم تاع الجامعة هذو، طلبة الواي واي كما يقولوا، ما تقدرش تقارن شوف ما تقدرش الناس اللي كانوا بكري في الستينيات والسبعينيات يعني في العهد تاعكم كانوا جامعيين رغم القمع ورغم الديكتاتوريه بومدين، الا كانوا انهم يقراوا وناس مثقفين وعندهم رؤيه سياسيه، كانوا حقيقه ابناء عبد الحميد ابن باديس. اما اليوم راهم ابناء الواي واي، ما تنتظر منهم والو، يعني حتى التلاميذ اليوم او الطلبه الجامعيين هو في حد ذاته مخدوع، عاطينو الباك ما يستاهلش باه يدي الباك، اعطاوه له يعني ما عندوش المستوى الحقيقي باه يدي البكالوريا ويقرا في الجامعه، اعطاوه له يعني وكانها تدخل في نطاق الشراء السلم الاجتماعي، خلي الناس يربحوا به ما يديرولهش تشوهات، هذا هو ما كانش ثقافه. شو اخي خبابه، انا اللي راني نتكلم معك، نعم ليكون في علمك، انا اللي راني نتكلم معك، انا نقدر نقول لك راني عادي من المستوى الدراسي باه نتفاهموا، عندي نافيا ماني نعم نقولها وما نحشمش بها. راك اكثر من بعض الدكاتره نتاع الاحزاب الطب تاع البقري هذو. ما نقدرش نفتخر بروحي، راك فاهمني، انا راني نحكي لك واش راني فاهم واش راني زعما، راك فاهمني خويا، نعم. عندي نافيا ماني ونقولها وما نحشمش بها. نعم الوعي هو انك تلقاه في انسان كيما يقولوا في يقول لك يوجد، نعم ما يقدرش يستقبلني هذا النظام، ما يقدرش يدخلني لبيت الطاعه، لانني شوف نقول لك حاجه يا اخي خبابه، انا راني ساكن في ادغال الجزائر، الشعب انا راني ميت، انا كي يجي يهددني ويحيى يقول لي ما تهضروش في القنوات ولا مش عارف ولا نقتلكم وندخلكم الحبس، انا راني ميت، الفرق اللي بيني وبين الميت انه انا فيا الروح والميت ما فيهش الروح، الا يقول لي ندخلك الحبس انا راني في سجن كبير اسمه الجزائر، وراه الحبس اللي راح تزيد دخلني فوق الحبس اللي راني فيه. الشعب الجزائري لو كان يحط الفكره هذه في راسه والله يتحرى فيه 48 ساعه، انتم تنتظروا في الشعب الجزائري، والله كارثه اخي خبابه. الشعب الجزائري راه يتفرج في برشلونه، والنص راه يتفرجوا في بناتهم في الحان وشباب وفي ستار اكاديمي، والنص راه يمشي بالعقليه تاع اخويا المهم تختي راسي ونقضي سواحي. شو راك تستنى؟ شوف انا نقول لك صراحه، اللي راه ينتظر في التغيير يعني من الشعب الجزائري، ممكن يكون كاين تغيير في الجزائر في هذه الدقيقه اللي راني نحكي فيها معك، ممكن يكون كاين تغيير، بصح الشعب ما يكونش عنده يد فيها، هذا الشعب خلاص ورطوه في السرقه، ورطوه في يعني ورطوه في الدناءه اللي ما عندهاش حد. نعم هذه اللي نجم نقولها لك. نعم شوف اللي راه ينتظر الشعب الجزائري باه يغير، انا نقدر نقول لكم بلي راه يحلم في احلام العصافير. والله صراحه احلم النمل بلاك، والله احلم العصافير صراحه، ما نكذبوش على رواحنا. واش من الشعب اللي تحكي عليه 70% من الشعب امي تنتظر حتى يغير؟ الشعب هذا كيما يقولوا تجمعهم طبله وتفرقهم عصا، هذا الشعب تاع وعدات وتاع زردات وتاع واي تو ثري وتاع ميسي وتاع هذا ما يعرف ما خطيه. نعم شكرا الاخ الكريم، اذا تحب تبقى معنا فقط طفي الميكروفون. الاخ نوري، اخ نوري دوك بعد هذا المداخله نتاع خونا هذا اللي يقول من التيارات، كاين مشكل كبير، كاين خلل درك فيما يتعلق بهذا الموضوع نتاعنا نتاع اليوم. درك هذا الاوليغارشيه هما راهم دركا موجودين، راهم متحكمين في المال، متحكمين في السياسة، متحكمين في الجيش، متحكمين في الإعلام، متحكمين في التوجيه نتاع الشعب. درك هذا راهو دركا راهو عينة من أبناء الشعب، وأنا راني كيف كيف وأنت كيف كيف والأخ عبد الرحمن كيف كيف وإخوة اللي راهم يتبعوا فينا، حتى إذا كان راهم أقلية ما همش بالملايين، ولكن هما يمثلوا عينة من هذا الشعب هذا. درك كاين اللي راهو درك هو راهو يتبع فينا، عنده سنوات هو يتبع فينا، ولا يوم تجرأ وجاء سمعنا صوته،
فادنا برأيه فقط، يستفاد من هذه الحوارات وخلاص. هذا راه ثاني يمثل عينة، مثل الإنسان اللي راه هو يشوف الفساد وراه يشوف الخراب وما على بالوش. وكاين اللي راه هو ربما بالغباء نتاعو، ربما بعدم المعرفة نتاعو، ربما بالأنانية نتاعو، ربما بالشذوذ الفكري نتاعو إلى غير ذلك، راه هو مساهم في هذا الوضع هذا. دوك الخلل وين راه؟ يعني ترى الخلل في الشعب. درك انت لما تشوف انت انسان راه هو يدعي من انه راه يحب ربي اكثر من ميسي، ويدعي انه يحب ربي اكثر من رونالدو، ولكن الواقع الواقع عكس ذلك. هو راه يعبد في رونالدو، راه يعبد في ميسي. هذا اللي هو ما يصليش واذا النهار كامل هو هو ميسي ورونالدو، كيفاش راه يعبد في ربي؟ هو راه كاين خلل. الخلل وين راه؟ يا هل ترى راهو في الوعي؟ ما كانش وعي. يا هل ترى الخلل في الشخصية نتاع الجزائري هذا؟ يا هل ترى الخلل في التربية؟ ما كانش تربية. يا هل ترى خلل في هذا الإعلام اللي راهو يظلل في الشعب، اللي راهو هب للناس، هو أنه يدعمهم من خلال التأثيرات هذيك ومن خلال كذا، هو أنه يدير لهم الأولويات نتاعهم في البرمجة هذيك العصبية نتاعهم. قال الأولوية نتاعك هو ميسي وهو رونالدو وكذا، وخلي الشأن العام هذاك ضرب في الحيط. خلل وين راهو؟ خلل في هذا النخب، خلل في المثقفين، خلل في الدعاة، خلل في الأسرة، وين راهو الخلل هذا؟ نعم، شكرا للأخ نورتين. ولنشكر الأخ الذي تدخل من قبل، وأقوله يعني بصراحة أتمنى أن كل المواطنين الجزائريين يكون عندهم النبي متاعك، يعني بكل صراحة. نعم. لأنه الوعي الاجتماعي والمفاهيم لا تقاس فقط بالشهادات، ولكن تقاس يعني بالممارسة والاحتكاك والحوار والنقاش والاجتهاد والتضحية وأمور كثيرة أخرى. يعني كم من دكتور يحمل شهادات وهو في حجرته مغلوق على نفسه، لا ينفع ولا أي شيء، يعني سوف يموت ويموت مع الكتب نتاعو. هذا هو، احنا نريد الإنسان حتى ولو كان يعني لم يدرس، ولكن تكون عنده فكرة متيقن بها يجي ويتقدم بها ويطرحها ويناقشها. هذا هو المهم، يعني هذا هو الإنسان اللي نعتبره احنا حي. أما الإنسان اللي يعتبر روحه عالم وعنده كتب وعنده شهادات وغالق على روحه في زاوية، ولا منحاز إلى جهة، ولا منش عارف، ولا لا يظهر، فهذا احنا ما عندنا ندير به، لا يفيد ولا يفيد المجتمع. الان اذا تطرقنا للسؤال اللي هو يخص الخلل، هو بطبيعه الحال النظام الاوليغارشي هو بطبيعته نظام مستبد، يعني كي تجي تبحث عليه تلقاه هو يقوم على الاستبداد. وفي النظام المستبد عنده عوامل يقوم عليها، عنده وسائل يخدمها، منها كالنقاط اللي غادي نذكرها اللي هي تخص باش يعني نترخ الى الخلل، هو التضليل. يعني النظام المستبد اللي هو يعني منه ناشئ هذا النظام الاوليغارشي، الهدف نتاعو ان الشعب يكون يعني يدير له غشاوه او ضبابيه على العين نتاعو، باش يخليه ما يفهمش الحقائق، يخليه مطلمس كما نقولوا احنا بالعاميه. هذا هو الهدف الاساسي نتاعو، لأن النظام المستبد أو الأوليغارشي هو ما يقدرش يكون كائن لو كان يكون هناك وعي اجتماعي. يعني إذا كان هو راه موجود هذا النظام المستبد وهذا النظام الأوليغارشي، هذا يعني في المقابل أن هناك اجتهاد وهناك سيطرة وهناك نجاح في عملية التضليل يعني للمواطنين بصفة عامة. أنا لا أقصد يعني في ناس فاهمين، ولكن هما يمتعدها الأقلية. هذه النقطة يعني التي ذكرتها. وعندما نقول للمواطنين، لا أقصد المواطن العادي الذي هو مثلا يجلس في المقاهي أو الذي يمشي في الشارع، أقصد المواطنين سواء كان في النخبة المثقفة، سواء كان في الحزب السياسي، سواء كان مسؤول، كان الإنسان اللي راه مسؤول ربما راه وزير وما على بالوش باللي كان نظام أوليغارشي في الجزائر، كنت تحكي لي يقول لك لا ما موجودش. كان الإنسان اللي راه رئيس حزب أو عضو مهم في رئيس حزب، ما على بالوش باللي كان نظام أوليغارشي في الجزائر. أولا لماذا؟ لأنه لا يقرأ، لا يفهم، لا يعرف ما معنى هذا النظام،
وثانيا لأنه هو في نفسه ذلك النظام الحزبي يمارس النظام الأوليغارشي. وهذا ما ذكرناه في السابق أن التعريف للمفهوم النظام الأوليغارشي لا ينطبق فقط على النظام السياسي، ينطبق كذلك على الفئات الاجتماعية. ومن الفئات الاجتماعية مثلا هو النظام الحزبي. الحزب، وريوني حزب هنا، كل الأحزاب اللي راكم تشوفوها ما يقوموش هما في نفسهم، ما يمشيوش بالنظام الأوليغارشي، ما تلقاش نفس الرؤوس، نفس المسؤولين، يسيطروا، يحوشوا كيفاش يغتنموا المصالح، يحوشوا كيفاش، نفس النظام. وبالتالي هو ما يقدرش يفهم، ما يقدرش يعرف، ما يقدرش يستوعب باللي كان نظام أوليغارشي في النظام السياسي. ولس وصل باللي يستوعب كاين نظام بهذا المفهوم، صافي يدير واش معناتها؟ معناتها باللي هو أولا غادي يحط روحه هو راه داخل فيها، لأن حتى هو راه يمارس النظام الأوليغارشي. إذن المفهوم غير موجود، غير موجود هذا المفهوم. حنا رانا نتكلموا الآن في إذاعة وطني على النظام الأوليغارشي، وريوني وسائل أخرى تتكلم على هذا النظام، وريوني نقاش مفتوح سراء والله راه يجري على هذا النظام. وين سراء؟ على وسائل الإنترنت، تلفزيون، صحف، في أي منطقة، ما كانش. وكأن هذا ما معناه، هذا يوحي إلى المواطن بصفة عامة أنه غير موجود. وحنا دوك رانا نتكلموا، كاين كثير من الناس يقولوا لنا انتم راهو تشكلوا فين هذا النظام بزاف، لأنه علاش نختلفوا في التصورات؟ أخ نوري، نعم. سامحني برك نقاطعك، علاش نتحدثوا؟ لماذا؟ تا درك لما تشوف مثلا درك في الانترنت، وتحديدا في الموقع نتاع الفيسبوك، راهم كاينين الان اللي راهم كاين اخوه راهم يتبعوا فينا وراهم يتبعوا فيما يجري في الفيسبوك. يا صاحبي راهو سبيطار مفتوح، سبيطار مستشفى، وين انه تشوف يعني بكري في وقت سابق مثلا كانت المخابرات هي انها تنتقل للبلدان، كانوا يبحثوا على عملاء، يبحثوا على ناس عملاء سواء في المؤسسات ولا في الثكنات العسكرية، كانوا على جل باش هما يروحوا ينتقلوا على جل باش هما يصوروا مكان. الآن مع هذه التكنولوجيا الجديدة خلاص الحدود راحت، راه الآن تشوف مستشفى انت مهابل في الفيسبوك. يعني ذركا من خلال البريد الإلكتروني نتاعك، من خلال رقم الهاتف نتاعك، المعلومات نتاعك كلها عندهم. يعني يجيبوا واحد بسيكولوج ويقولوا له حللنا الشخصية نتاع فلان من خلال الصور هذيك اللي راك انت تنشر فيها، من خلال المواضيع اللي انت راك تتناولها. تشوف انت لما تشوف الناس تقول واحد تشوف الصفحة نتاعه وتقول مهبول، تشوفوا التناقضات نتاعو، تشوف الرياء، تشوف كل شيء، تشوف الشخصيه نتاعو في الوسمو. بالتالي دوك علاش حنا دوك حنا رانا نطرحوا في هذه المواضيع هي كلها، حنا رانا على بالنا دوك باللي هذا الموقع نتاع الفيسبوك على بالنا بهم باللي راهم هما يستعملوا فيه، ولكن كيف حنا درك هذه الاذاعه كيف على بالنا باللي راهم هما يستعملوا في هذه المعلومات وراهم يديو، ولكن في المقابل احنا كيف رانا منخليوش هذه الفضاءات على جل باش نوعيو بعضنا البعض، نساهموا في رفع درجة نتاع الوعي. ذرك هذا المواطن هذا اللي ذرك هو راه ما على بالوش، راهو عميل وما على بالوش، عميل راهو يخدم ضد بلاده وما على بالوش. تشوف انت رؤساء احزاب قاسم من بالله العلي العظيم درك انت تتحدث مع هذا الشخص هذا راه يقول لك باللي راه عنده مستوى كذا، تلقاه عنده دكتوره ولكن راسه حطبه، راسه ما فيه والو، وعي زيرو، ما كان والو. تفضل الاخ نور. نعم، شكرا الاخ نور الدين. اضافه الى ما قلته، يعني وسيله التضليل التي يستخدمها يعني النظام المستبد، والتي تعتبر كما نقولوا احنا العنصر الاساسي، وهذا الكلام ماهوش كلامي انا، هذا الكلام موجود في الكتب. طلعوا على النظام المستبد كيف يستعمل، وقرأوا على المفكرين واش يقولوا على النظام المستبد، وغادي تعرفوا وغادي تولي تفهموا الحقائق، وانا ذاك تولوا توعوا وتعرفوا كيفاش يوجد النظام.
إنسان إذا ما قرأش، حنا نقول لك العلم نور والجهل ظلام، يعني هاد الشعارات علاش نقولوها؟ لا، لكن من بحثوا من ناقشوا من فهموا، علاش حنا نرفضوها ونقراوها؟ حتى يقول لك في أول آية نزلت يقول لك اقرأ، ولكن ما قرأوا من بحثوا من فهموا من حوشوا نعرفوا، نعرفوا غير كيفاش نحضوا بعضنا بعض، هاو قال عطيوه هاو بان عطيه، هذا ما نعرفوا، أمور أخرى ما نعرفوهاش اللي تصلح البلاد. وبالتالي كما قلت يعني الوسيلة الأساسية التي يستعملها النظام المستبد وبالتالي النظام الأوليغارشي هو التضليل، والتضليل هذا تعرف رفيه دي مليار ورفيه ناس وفيه وسائل كونجي يدخلوا فيه ما يخرجوش. والوسيلة الثانية والمهمة كذلك هو أنه يخلق ديما متعطش. كيفاش يخلق ديما متعطش؟ ما يعطيكش الصح، يخليك ديما تتبع فيه، ديما كيما نقولوا تجري وراه. ما الشفافية ما كانش، راكم تعرفوا احنا الشفافية بلادنا ما تعرف والو، ما كان الناطق الرسمي للحكومة يتكلم، ما كان حتى يشوفوا الشعب اللي صاير باغي يطقطق عاد باش يعطيك واحد القطرة، هذيك القطرة هذيك يعطيوها لك باش يكالميوك، ويعاود يخليوك تجري وتتبع، كي يشوفوك غادي تكريزي عاد يعطيك واحد القطرة كالسيرون. هذا هو، هذه يسمى التعطش عنده. هاد الوسيلة علاش يستخدموها؟ يستخدموها باش يخليك ديما تجري وراه، ديما وراه. هو الرئيس نتاعنا، الشعب نتاعنا راه متعطش، هادي عنده سنين ما شافش خطاب عنده، ولا يتعامل معاه غير بالرسائل، وخلوه ديما وين راه الرئيس نتاعنا وين راه نشوفوه، خليك ديما تجري. في الأمور الأخرى كذلك في الممارسة نتاع النظام، ديما يخليك تجري كيما هذاك الإنسان اللي يكون يمشي في الصحراء ويكون عطشان واللي يشوف داك السراب ويحسبوا ما ويبقى يجري وما يوصلوش عاود يمشي يجري. هكذا هي، هذه سياسه يستخدموها للمواطنين باش يخليك ملهي. وهما تعرفوا الطاوله نتاع عمره عنده امور اخرى، هذه القله اللي رانا نحكوا عليها عندهم تقسيم المصالح والثروات وعندهم برامج وعندهم خطوات وعندهم تنصيب مسؤوليات وتنصيب نتاع ناس وعندهم اقصاء نتاع ناس اخرين ومخطط، يعني دوله اخرى ما يعرفها الا الذي يكون فيها هما فقط. هذا اللي كان، هذا هو يعني الشيء اللي يقول. ولكن بين المواطن وبين هذه القلة كان هذه الغشاوة اللي رانا نحكي عليها اللي هي تتمثل في التضليل وفي التعطيش، ويخليك ومرة مرة مرة يرمي لك حاجة النقطة يخليك تلعب بها ويديك الجانب عاود يشوك عاود مرة مرة يرمي لك حاجة ويخليك. وكان وراء ذاك الغشاوة هذيك لو أزيحت بطبيعة الحال، ولما ربما نجيو نذكروا إلى الحلول نشوفوا مثلا كيفاش تزيح هاد الغشاوة وكيفاش نمروا للحلول ولأمور أخرى. هذا ما الذي نقول. نعم، شكرا للأخ نوري. الأخ عبد الرحمن، بعد نعود نرجع لك الأخ نتاع تيرت. الأخ عبد الرحمن، فيما يتعلق بالنقطة نتاع الخلل. نعم أخي نوردين، أنا أعتقد بأن الخلل يكون في أن كما قال يعني الأستاذ نوري التضليل، هذا من ناحية يعني الإعلامية هناك يعني تضليل ممارس وممنهج وبيعني يعني بكثافة على يعني الشعب الجزائري، حتى لا تتضح له الرؤية، لأن اتضاح الرؤية يعني سيصنع يعني رأيا عاما موحدا. نعم. فيما يخص الشيء الثاني، لا يوجد هناك يعني هذا النظام الأوليغارشي حتى وصل إلى هذا إلى ما نحن إليه الآن في هذه اللحظة، مرة عبر مراحل، وفي تلك المراحل قام بتكسير كل ما يمت إلى مؤسسة الدولة بصيغة، يعني بدأ شيئا فشيئا يعني يزيح مؤسسات الدولة ويفرغها من محتواها، ثم أصبحت هذه المؤسسات يعني عبارة عن هياكل لا دور لها، في مقابل العصبة التي تتحكم في النظام وتتحكم في مقومات الشعب. نعم. إن الشعب الجزائري كانت هناك يعني في مراحل سابقة مشروع من أجل يعني بناء مؤسسة الدولة، بناء يعني نخبة، بناء وعي إلى غيره، ولكن توقفت مرحلة من المراحل وما بدأت مرحلة الانحدار ومرحلة يعني الرداء، حتى
حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه الان. نعم. هذا الـ هذا الـ هذا الامر كراسه كراسه رداءة وكراسه يعني سياسه يعني الزبونيه. نعم. يعني اصبح يعني الشعب الجزائري عباره عن يعني افراد الشعب الجزائري اصبحوا عباره عن زبائن لهذا النظام الاوليغارشي. يعني ما نعم. يقدمه الشعب يجب على الشعب حتى يكون محظيا عند هؤلاء ان يعني يضرب الشيتا والشكامه والكبياع الى 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 غير ذلك. يعني نعم. ويتحلى عن كل يعني مقوماته ومصادر كرامته. شكرا الاخ عبد الرحمن. تفضل الاخ الحاج حمد. تفضل فيما يتعلق بالنقطه نتاع الخلل. نتاع الخلل وين نشوف فيه الاخ الكريم؟ الو. نعم. عاودي السؤال فضلك. فيما يتعلق بالموضوع بالنقطه نتاع الخلل في الموضوع نتاعنا نتاع اليوم نتاع الاوليغارشي هذه. دوك لما احنا نقولوا باللي كاينه اوليغارشيا كاين مجموعه قله متحكمة في الرقاب نتاع الشعب من أصحاب المال وأصحاب النفوذ من الجماعة هذو نتاع المخابرات، لأنه أيضا هذو ثاني راهم مشاركين في هذا الأوليغارشي اللي راها موجودة من خلال الملفات نتاع الابتزاز والاستبداد والتوظيف نتاع هذه الملفات هذه ضد الشعب. خلل وين راه موجود؟ يا هل ترى راه موجود في هذا النظام هو اللي يكون هذا الأوليغارشي؟ الخلل راه في الشعب هو اللي راه قابل الأوليغارشي؟ الخلل في هذا الناس اللي المفترض هو انه يواعيوا الشعب وراهم ساكتين؟ الخلل وين راهو؟ شوف الاخ، شوف الاخ الكريم. نعم. الخلل دائما تروح وتولي يرجع الشعب. قبيلك كنت تتكلم على وسائل الاعلام. نعم. لو كان جا الشعب هذا راجل ما يسبوناش بدراهمنا مثلا قناه اليتيمه كيفاه راح تمشي اليوم؟ تسير بالاموال تاع الشعب، تجي يعني تجي ضريبه في ورقه الكهرباء والكأول هذيك الضريبة تديها التلفزيون الجزائري. ومن بعد يجيبوا تفريقة يقول التلفزيون تاعي أنا اللي يتكلم فيه ويسبنا احنا الشعب اللي خلصوا يسبنا بدراهمنا. نعم. راك فاهمني؟ نعم. على واش؟ وكون جاي رجل على واش أنا نهضر على واش أنا نهضر معاه بابا نهضر معاه وقا. نعم. الو الو. نعم. اللي راني خلص عليه على واش ما طالبش بحقي دراهمي؟ هذه دراهمي. اما قضيه المال هذا الناس اللي كسبوه وكسبوه بطريقه غير شرعيه هذا مال الشعب الجزائري وهذا مال سايب، هذا مال يتامى. لو كان جا عنده مولاه يحوس عليه. بصح الشعب ما على بالوش بالدراهم. الشعب في اوروبا، الشعب في اوروبا الانظمه الاوروبيه ما راهيش انظمه ديمقراطيه ولا انظمه فيها الرحمه كما نقولوا بالعاميه. لقاو الشعب حي، لقاو الشعب الاوروبي اللي حي. نعم. هذا هو الاساس. اما هنا يلقاو الشعب، الشعب تبي يكون تحكي المخابرات. انا نظن نعطي رايي للمسؤولين تاع المخابرات، انا نقول لهم كان لها تجربه اجهزه متطوره. راه الشعب يخدم في بلاصتكم اليوم، الشعب راه يتصنت على موجي يخبركم. الشعب راه يخدم في بلاصتكم، بالك لا تخسروا هذه الاموال، ادوها ديروا بها مشاريع لكم خير. راه الشعب ولا حديث على هذه الاجهزه اللي اخترقوها اليابانيين والرواسه، هو راه ولاو يجيب لكم الاخبار في فيديوهاتكم. الشعب اغلبيته يعني مخبر عند النظام. باه بالوعي ولا بلا وعي؟ بلا وعي بطبيعه الحال. لو كان جا الشعب واعي كنا تحررنا في 62 زدنا تحررنا التحرر الزوج. اذا الخلل في الوعي. اش خلل في الوعي بطبيعه الحال؟ وانا كيف راني نهضر معاك ضروري نهضر معاك بوعي. يكون ما عنديش وعي ما نقدرش نتصل بك ونتكلم معاك. انت يكون ما عندكش وعي ما تقدرش تكون هذا الراديو وتقدر تكون على اتصال بينا وتطرح مواضيع كيما هذه. هذا هو المشكل اللي راه صاري. الشعب الجزائري لا وعي لا والو. راني نقول لك الشعب الجزائري ما الشعب تاع 1 2 3 نتاع ستار اكاديمي. والشعب اليوم نتاع اخ خبابه يعني الرجال اللي راهم يعارضوا هذا النظام المجرم. نعم. ما راهش يسبكم النظام اليوم، ماشي راه يسب فيكم الشعب، هو اللي راه يتم فيكم بالخيانه. صحيح. لو كنت تدخلوا هنا الجزائر يهجم عليكم الشعب قبل تعتقل لكم الحكومه. نقسم لك بالله يهجم عليكم الشعب. اليوم يجي داخل عليك مثلا شاب يسيبك تتفرج في قناه المغاربيه ولا في الجزيره يقول لك لعقنا علينا الخوان هذو المجرمين هذو ضد الجزائر. اما اللي دمر اللي راه يدمر
انا كي تتكلم الجزيره ولا يتكلموا سعوديين ولا فرنسيين، المسؤولين الفرنسيين ما سرقونيش الاموال تاعي، السعوديين ما دمرونيش، انا دمروني اللي حاكميني واللي سارقين الاموال تاعي، شارون تاع اسرائيل حاجه ما عندو به توشاني، انا توشاوني الديراني انا تحت المسؤوليه تاعهم. اليوم الشعب الجزائري هو اللي راه يحوس على البضاعة، هو اللي راه يحوس على الرداءة، هو اللي راه مشارك في تهجير الأدمغة والرجال المخلصين. ها المشكل وين راه؟ نعم. كاين فرق كبير الأخ، فرق كبير كبير. حتى لما تشوف أنت دوك مثلا هنا مؤخرا في فرنسا، هو أنه رئيس الحكومة راح على جال باش يشوف مقابلة تاع في كرة القدم في دولة ما، دا واحد من العائلة نتاعو الغدوة داروا له كاستيونير، اسكو رحت بالدرهم نتاعك ولا من الخزينة؟ نزيد لك حاجة واحدة أخرى. المرت تاع إسرائيل. دخلوه للحبس. راه مؤخرا دخل السجن، على واش دخل السجن؟ ماشي كي كان رئيس حكومة، جبدوا له قضية كي كان رئيس بلدية القدس. يعني شوف الشعب كيولي حي، يعني دوك يخليك تحترمه ويخليك تولي في عينك محترم بالسيف عليك. وساركوزي، ساركوزي خرج من الرئاسة، استنطقوه استجوبوه، دخلوا المحكمة، وزير الأول اللي قبله هذاك دوفيلبان. كثير من بصح هنا في الجزائر اللي مسكين بالك يروح يطلب، ماشي يا خونا اللي يروح يطلب. ولكن انت لما تشوف انت الشعب دوك يقولوا له هاو الوالي جاي مثلا، انت راك في تيارت، قال هاو الوالي جاي، غدوه تلقى جماعه دير هي في الخرفان يشويو ثم. راك تسمى رجعت هضرتي قبيل، تسمى راك معايا في الخط. راه المشكل راه في الشعب، المشكل اليوم تروح وتولي راه في الشعب. راني نقول لك هذا يعني كيما احنا نقولوا اسمح لي على هذا اللفظ، الشعب هذا راه يشبه للدواب، يعني الدابه اذا ما كانتش هادئه وما كتش قابلة بيك تطلع على ظهرها، مستحيل بهدف نجم تطلع تفرض عليها رايك تطلع على ظهر. الشعب هو اللي راح قابل هذا الحكام يسرقوا الأموال تاعو يشردوه، والكارثة الكبرى لو كان راح ساكت برك بالك سكوت قال الهدوء من وراء العاصفة، الكارثة الكبرى راح يصفق. يعني كما يقولوا بالتعبير هذاك، هو مديه الواد، هو يقول لك محل البرودة. محلها عومة. في هي رانا جينا في صلب الموضوع كما يقول. نعم، شكرا للأخ الكريم. الميكروفون من فضلك. اسمح لي أخي خباب، راني راح نسحب لظروف عائلية. ما فيش مشكلة، ربي يكون معك. شكرا، بارك الله فيك، مرحبا بك كل وقت. الله يسلمك. شكرا للأخ الكريم من تيارت، تحياتنا لكل الإخوة اللي راهم يتابعوا فينا من تيارت ومن الجزائر. الأخ سمير من أمريكا، مرحبا بك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام الأخ سمير. الموضوع تاعنا اليوم هو حول الأوليغارشيا في الجزائر والتغيير. تفضلوا الإخوة مشكورين، داروا مداخلات، عرفوا الموضوع هذا نتاع الأوليغارشيا، والآن رانا في النقطة نتاع الخلل. إذا كان ممكن هو أن نضيف لنا بعض النقاط، ربما راه كنت تتابع فينا، راه تولدت عندك بعض الأفكار. تفضل. الفضل ليك الأخ نور الدين، بارك الله فيك. الله تعالى أعلم، يعني وجهة نظري نشوف من الخلل. نضيف نقطة على وجه ذكر الإخوة. أنه يعني من بين الوسائل اللي ربما ينتهزها أو تنتهزها أي أقلية هو تشتت الأغلبية. يعني مادام نقولوا أقلية، كاين مقابلها في الطرف الآخر في الكلفة الأخرى أغلبية، وهنا اللي يخلق هذا المصطلح الأوليغارشيا. لو كانت يعني متساوية في القيم ما مش راح يكون الأوليغارشيا يعني أصلا. فهذا الأوليغارشيا يخلقوا أصلا هذيك الأغلبية اللي تكون يعني في الجهة المقابلة، يفتتوها، وهذا هو على طريقة فرق تسد. فتولي هذه الأغلبية ما تخلعهمش. علاش؟ لأنهم يقعدوا هما الأقوى. لو هذه الأغلبية تتفتت يكونوا في بنفس العدد، راح يولوا كلهم أقليات. فهمت الأخ نور الدين؟ تولي الأغلبية مقسومة إلى مجموعات أقلية، واكيد يكون دائما الكفه راح ترجح لهذه الاقليه اللي شد السلطه عليه، لانها عندها
عندها مراكز القرار، عندها مراكز القوة، عندها الإدارة، عندها وزارة الدفاع، عندها جهاز أمن دولة كامل، عندها أجهزة اتصالات، عندها كما كانوا يقولوا الإخوة اللي باش تنشر تضليل، عندها قنوات اتصال. فبالسيف كما يقولوا هي اللي راح تربح لو تكون مثلا مقاومة أو تكون فئة من تلك الفئات اللي ربما تعي الموضوع وتعي الخطورة، تحاول لو تحاول تتحرك فما تقدرش. لماذا ما تقدرش؟ لأن الأغلبية كامل اللي راهي مفتتة إلى فئات راهي ماهيش مجموعة، ما راهيش على كلمة واحدة. أخ سمير، حنا دوك رانا نبحثوا على الخلل. درك أنت كي تقول لي باللي دوك التشتت، أنا معاك صحيح، هو أنه كاين هناك تشتت. درك في وقت سابق كاينه بعض الأجيال اللي نقولوا هنا نقدروا نتفهموها. قال مثلا في وقت سابق حدثت فتنة في الجزائر، والنظام كان مازال ما عندوش الاستعداد على جل باش هو يدخل في هذه القضية نتاع الديمقراطية. وأيضا فيه مبررات، هو أنه كاين الناس اللي ربما عدم التجربة نتاعهم، عدم الفهم نتاعهم بالتقلبات هذه الدولية، عدم الفهم نتاعهم للأوضاع في العالم كيفاش راها تمشي، ما كانوش فاهمين أصلا يعني كيفاش يسيروهم الدولة، وربما نتيجة نتاع الخطابات هذيك التهديدية ربما كذا أعطوا فرصة للناس هذو اللي هما داروا انقلاب وفعلوا ما فعلوا. في هذه المرحلة هذه نتاع التسعينات هما لظروف أمنية، حدثت ما جازر، حدثت كذا، هما كانوا يقلموا كما يسموها هما في الأظافر نتاع الإرهاب، وقطعوا هذيك السبل تاع التواصل، بمعنى أنه لحقوا الدرجة، وأنه كاين الناس اللي قطعوا لهم الهاتف، كاين الناس اللي قطعوا لهم حتى الكهرباء. قال القرية هذه انتخبت الفيس ما كانش التتريسيتي، داروها وين أنه قال القرية هذه موسوا، عطلوهم. قال مثلا كان هما راحين يديروا لهم في 92 ولا في 93 الكهرباء، خلوهم حتى 2000 باش تطلقوا لهم التريسيتي، الغاز الى غير ذلك. هما في تلك المرحله هذيك هما قدروا على جل باش هما يقطعوا. ولكن الان يا الاخ سمير، انا في 2016 الان، راه الان عندها الناس الانترنت في الديار تاعها. روح مثلا درك الان الموقع هذا فقط نتاع الفيسبوك، تقدر تلقى 3 ملايين جزائري ولا اكثر اللي راهم هما يستعملوا في الفيسبوك، على الاقل 3 ملايين. يعني جزائري ما يتعاملوش معاه، جزائري راهو يبكي على البلاد ما يتعاملوش معاه، وراهم هما يتعاملوا مع اجانب، يتعاملوا مع مخابرات امريكيه، يتعاملوا مع مخابرات فرنسية، يتعاملوا مع مخابرات دولية راح تستغل في المعلومات نتاعهم، تدي في تصور توحهم نتاع بيانهم نتاع ماتهم نتاع خاوتهم نتاع كذا، عارفينهم وش يتعشاو، عارفينهم وش ياكلوا، عارفينهم كيفاش يتنقلوا، وين راحوا، على بالهم بكل شيء. بينما خوه الجزائري راهو ضده. الخلل وين راه؟ نتكلم الأخ نور. نعم تفضل الأخ سمير. بارك الله فيك. إيه هذا واش أنا راني نقول لك الأخ نور الدين، ما عندناش الاستعداد أننا نكونوا كتلة واحدة، ما عندناش. الشعب الجزائري نحبوها ولا نكرها، نحضروها عادية، رانا متفرقين. ناس الجنوب ما يسمعوش بناس الشمال واش صاري، وناس الشمال ما يسمعوش باللي في جانت مثلا ما عندهمش مدارس، ما على بالناش كاع واش عندهم، ما ناش عارفين وشنو هي جانت هذه. ناس الشرق ما تحروالوش، كامل في الغرب، وناس الغرب ما على بالهمش، كامل الناس اللي في الشرق والباطنيين كيفاش عايشين، وما عندناش القابليه اننا نفهم ونسمعوا لبعضنا بعض، ما عندناش. يحدث امر في الشمال، ناس الشمال دبر راسهم، يحدث امر في الجنوب، هذا كما هذاك الغاز الصخري
دابا راسهم غير هما اللي لازم يخرجوا للشارع، غير هما اللي لازم ينددوا، حنا ما نددوش. فما كانش، ما راناش كتله واحده ويغتنم هذه يعني القله الخبيثه، تغتنم نقصد القله الخبيثه الحاكمه الاوليغارشيا صاحبه القرار، تغتنم هذا الضعف، تغتنم هذا الفرصه هذه كما يتلاقاوش. لانهم لو يتحدوا هاد الناس كامل، هاد التلتملين اللي حسبتهم، هذاك مش عارف واش نسموه الغبي، المواطن الغبي اللي يتبع غير التفاهات ويخلي جواهر الامور يخليها هكذاك، يغتنموا هما هاد الفرص، وهذا هو اللي خلاهم يسودوا. وهذه تدخل تحت يعني تخيل برك، نعطيك مثال برك الاخ سمير، يعني تخيل دوك مثلا احنا ذكرنا مثال برك، يعني قادرين يكونوا اكثر من 3 ملايين. تخيل لو 3 ملايين، 3 ملايين تعليق، تخيل 3 ملايين فيديو، واش تعمل؟ قادر تغير العالم تغيره. ولكن هما كاين اللي راهو درك هو جبان، يعني ما على بالوش، راهو كاين اللي راهو يتبع فيك وما على بالوش، كي شغل كيما الذيب هذاك اللي يتبع في الوسمو، يتبع فيك ويسمع فيك ودير روحو ما على بالوش، ماهوش يشوف فيك اصلا. وكاين اللي ربما صح، كاين نقولوا فيه اللي ربما مثلا راه ما عندهمش المعرفه، قال هو راه ما يعرفش الوسائل هذيك، هو راهو الكونت نتاعو ما على بالوش به، ما على بالوش، مازال ما لحقش هو المستوى من التحكم في التقنيه هذه، قال مثلا نتاع الفيسبوك ولا ما على باليش انا سكايب ولا مازال، الله غالب. كاين اللي راهو ربما مستوى نتاعو محدود في هذا الانفورماتيك هذا، ولكن مش كلهم، مش 3 ملايين كامل راهم، يعني كي جبنا احنا عدد برك، مش 3 ملايين كامل راهم يعني محدودين الفكر. رانا نشوفوا في ناس يعني الحسد البغض، يعني لوين رانا رايحين؟ كاين خلل كبير. صحيح هو انه الشيء اللي انت كنت تقول فيه درك، هذه القضيه نتاع الانقسام موجوده، موجود حتى داخل الاسره، مش يعني احنا نروح احنا للشعب، يعني الانقسام راهو موجود حتى داخل الاسره، ولكن الخلل وين راهو؟ حوسوا على الخلل، الخلل وين راهو؟ يا هل ترى راهو هو في الوعي نتاع الانسان، يعني بحيث هذا اللي تشوفه انت درك مثلا هو حاجة قدامه، عشيره قدامه، يعني الحيط كما يقولوا في البلاد، ما على بالوش به، ويحكي لك على واحد راهو في الموزمبيق. تشوف انت دركا قال مثلا دير فيديو، مثال برك، ما رانيش نحكي على روحي باش الناس تفهم، دير انت فيديو البارح فقط، قاسما بالله دون هو أنه نسمي الناس، قطة ويتألم لها ومصورها ودايرها في الصفحة نتاعو، القطة نتاعو راها مريضة، وفي المقابل ناس تموت بالشر يا صاحبي. كاين راهو كاين خلل كبير، خلل في العقيدة، خلل في الإيمان، خلل في الوعي، خلل فاش ناس تاكل في الحطب يا عباد الله. واحد داير لك صوره نتاع قطه مريضه ويديها للطبيب فيترينار ويخسر عليها دراهم والى غير ذلك، راهو كاين خلل كبير. احنا على بالنا باللي دوك الناس هذو اللي راهم في السلطه على بالنا بهم هذو خلاص، ولكن المواطن وراه الدور تاعو، وراه الدور تاع الاحزاب، وراه الدور تاع المثقفين، وراه الدور تاع الاعلاميين. شوف انت ناس مكان ما عندهم حتى علاقة لا بالمعارضة، ما عندهم لا وعي، ما عندهم حتى القدرة على التعبير، وصنعوا منهم، قلبوا منهم مراجع، وقاعدين يخدموا في هذا النظام، قاعدين يظلوا في شعب خليل كبير. تفضل الأخ سمير. نعم الأخ نور الدين، بارك الله فيك. شيء والله العظيم يتأسف له الواحد على كل حال. حقيقة هو الوعي اللي غائب، الوعي هذا يا يعني عليه يا نور الدين غير كثر منه. هذا الوعي معليش نديرو له حصه وحده،
الوعي هو غائب حقيقة. لا لا، درنا برنامج على الوعي. نعم نردين، درنا برنامج حول الوعي. معليش يكون نكثروا بصح ما معليش من... لا هي راه المواضيع كلها تتعلق بالوعي. ان شاء الله نزيدوا نديروا برامج واحده اخرى. نعم، واش كنت نقول اخ نور الدين، حقيقه انسان نلوموا بعضنا بعض، احنا السبب في هذه التفرقه، واحنا السبب اننا ما راناش فايقين، واحنا السبب. ولكن في نفس الوقت واش تستنى يا نور الدين من واحد، أو المستمعين لم يسمعوني كامل، واش تستناو من واحد لم يربى، لم يهيئ، لم يكون، راه في حالة إنعاش، دوكا كنتو تهضروا، نهضروا على ميسي سان غران جوار، بصح كيكون مبليسي ما يدير والو، يخسر الفريق تاعو، هكذا المواطن تاعنا ما ترباش، ماشي أنه يعني مانيش نسب فيه ولا لم نرضي، ما تكونش من صغره، ما تكونش على انه يكون مواطن، ماشي تقصير من الوالدين تاعو، تقصير ربما من الوالدين نسبه صغيره، نقول مثلا 5%، ولكن اللي هي المواطن هما هاد الاشرار، هادو الاشرار هي اللي خدمتهم هما انهم يهيئوا المواطن وما يثقفوش، ما يحطوش دكتور حقيقي اللي هو اللي راح يمد النور وراح ينور هذا المواطن باش غدوا يستثمروه. لا يحطوا واحد كلمة قلت انت، واش نقول لك، حيوان يحطوا له اسم ستار، نجمة، هذا انسان نجمة، ويولي يهدر هذاك الحيوان، يولي يهدر في كل الميادين، يجيبوا حيوان يهدر الشعب، يجيبوا حيوان طبيب، يجيبوا حيوان خبير استراتيجي في مكافحة الإرهاب. هذا هو الأخ نور الدين، راح يخرج مواطن ساذج، راح يكونوا هاد الناس الأشرار، راح يكونوا مواطن ساذج، راح يكونوا مواطن ما عندوش الأهلية، فوالا، مازال ما بلغ 40 سنة 50 سنة ولكن ماهوش مؤهل، ما لحقش سن الرشد، مازال كأنه في عمره 5 سنوات، مازال ما يعرف واشنو هو صلاحه، ما يعرفش واش الحاجة اللي تنفع والحاجة اللي ما تنفعوش، مازالو بعيد، تجي تهضر معاه ما يفهم، يعرف البالون يدور 1 2 3 في فالاجيري، والكلام اللي كنتو تقولوه، هيئوه لهذاك الشيء، خدموه لهذاك الشيء. فمن ناحية ما نقدرش نلومه، لأنه الله غالب، كواحد واحد واحد كما يقولوا خرج من كرش أمه ومات تما وخلاته في غابة، يرفض قانون الغابة هذاك، ما يعرفش، ما تحضرش، ما يعرفش معناتها إنسان، ما شاف والو، ما تعلمش. هكذا رجعوا المواطن، هذا هو المواطن، هذه هي واش يدير الجامعات، كما قال الأخ مقبل، حقيقة راهم يمدوا البكالوريا هكا. أنا حكمت على نفسي، أنا والله العظيم أنا حكمت على نفسي وأنا في الجامعة أنني ما عنديش مستوى، قلت مستحيل هذا مستوى تاع جامعي، كنت نقارن نفسي مع واحد عنده في السنة الثالثة ثانوي، قلت ما كاش فرق لو نجيب واحد طالب من السنة الثالثة ثانوي بلا ما نخليه يعبر عبر مرحلة البكالوريا ونحطه معايا يقرأ نفس المادة معايا في الجامعة ونجوزو امتحان في نفس اليوم، راح ربما يدي نقطة أحسن مني، وراه الفرق ما كاش، قتلوا ما كان لا بحث علمي، ما كان لا تكوين، ما كان لا ثقافة، قتلوا كلش، حتى يخرج جنة واحد عقول ما يعرف يهدر ما والو، وراضين ساكتين، معليش يحكمنا البريزيدون ما نشوفوه، سبحان الله، واش من اهليه عنده الان، واش من اهليه عنده. ولكن اخ سمير درك هذ الناس اللي راهم موجودين في الداخل، ربما كاين الناس اللي راهم درك هما كما قلتهاش انا في واحد الوقت، هو مفكر بصح يفكر في روحه، فكر في الكرش نتاعو ويفكر في الدبور تاعو، كاينين هذا النوع، هذو اللي هما مفكرين بصح يفكر في روحه. ربما قال في الجزائر كاين ناس ما يتحدثوش، لماذا؟ لانه كاين اللي راه هو مسمغ معاهم، راه هو ماكل الملح، ما يقدرش هو يخون العشره نتاع هذ الناس اللي هما راهم ما على باليش، انا عطاو له قطعه نتاع تراب، عطاو له امتيازات، هو ما يتحركش. هذ الناس اللي راهم في الخارج درك يا سيدي، نقولوا الناس اللي راهم يدخلوا دركا من الخارج
قال راه هو سيدي خاف على جلب باش هما يمرديوه في المطار ولا يمرديوه في البور. وهذا اللاجئين يعني انت علاه خرجت للخارج؟ علاه راه مئات نتاع الالاف من اللاجئين اللي راهم موجودين في الخارج، الناس اللي راهم في الداخل سيدي قال راهم ما على باليش انا، راهم مصرمين، راهم حاكمين، هم مش مخلينهم يتكلموا والله. حتى الناس اللي راهم قال مثلا حابين ينشطوا والله راهم قامعينهم، راهم كذا راهم كذا. والناس اللي راهم في الخارج، هذا الاطارات اللي راهم موجودين في الخارج. البارح انا راني كنت نسمع في واحد هكذا ما قدرتش نكمل نسمعه، هو راه عينو على البرلمان، عينو على البرلمان، وقاعد في قناة فضائية هكذا، ربما راهو الان راهو يسمع فينا، قاعد يظلل في شعب هكذا في القضية هذه نتاع الدستور هذه، وقناة موش في الداخل في الخارج، يظلوا في الناس لانه هو راهو يحوس يوصل. يعني هذا الغباء وين الى متى؟ تفضل الاخ سمير، معذرة ان نقاطع مرة على مرة على جل باش نثريو الحوار. بارك الله فيك نور الدين. هما كذلك هاد الاوغاد هذوما اللي يعني ما خلاو حتى حاجة، كما حسبوا المدة باش كما كنتوا تقولوا يديروا 10 سنين ربما باش ينحوا واحد كيما الكاز او ينحوا واحد اخرين ربما تكون عندهم المبادره، ما يستناو مثلا باش يدخلوا تكون عندهم الشجاعه ويدخلوا الجزائر ويرشحوا نفوسهم، نحاوهم كامل، لان اغلب الناس اللي يعارضوا اللي هما اللي هربوا من البلاد. علاش هربوا من البلاد؟ لانهم كونتر هذاك النظام، كما ما قدروش يعيشوا هذيك المعيشه. ولكن من جهه اخرى اننا احنا كامل خوانا، وصل خلاص كما قال لك واش كان يقول لك الاخ، لو كان دخلوا للبلاد الشعب هو الاولاني اللي ياكلنا، خاونا وانتم تهضروا من البحر روح هنا هدار وكذا وكذا. يعني هيئوا كل حاجه، كل حاجه داروا لها دواء، هذاك خائن هذا كذلك، يعني نشروا التفرقه مازالوا. نقول لك عصابه اشرار، عصابه ما نقدرش ما نلقاش يعني شر اكثر من هذا. شوف حاله البلاد كيفاش راهي، والله غير تبهديله، غير نحبط راسي كي نقعد. كيف معها. انت ذوك راك عايش في امريكا، راني نقعد معاهم اخ سمير، هما انا تزيري يبكوا على الجزائر، يقول لك هذيك البلاد كان عندنا. كيفاش انت اخ سمير، انت راك الان في امريكا وانا راني في فرنسا والاخ نوري راهو في اسبانيا. حتى لما تشوف مثلا درك في فرنسا فرنسي يتمس في الخارج، فرنسا تقوم تشوف الصور نتاعو في الحجر، تحت الحجر، في الشجر، في الميترو، داخل الميترو، البرة في الحيوط. فرنسا كامل تقوم يعتقلوا شخص، ما يحبسوش، تلقى النقل المباشر، تلقى الصحف، تلقى كذا، ما يحبسوش إلا كان إذا طلقوه. في أمريكا كيف في الغرب بصفة عامة. وبينما احنا تلقاه، هاني البارح قاعد نشوف في واحد من هذا تو داعش، هو قتل امه، هو اللي نفذ فيها الحكم نتاع الاعدام. تفضل الاخ سمير. لا حول ولا قوه الا بالله، كل حاجه واش نقول لك، نحن نلعنوا هذا الانسان اللي قتل يمه. داعش الاخ نور الدين حاجه سبيسيال، داعش مثال برك، مثال داعش ليس لها في الاسلام، يعني ما عندها حتى انتماء، ما عندها حتى خيط تجبد الاسلام، عندها في الاسلام غير الرايه هذيك اللي مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. يا مثال برك، يعني دوك انت دوك هذا قس على ذلك، دوك انت هذا اللي راهو درك في الجزائر، راهو كاين اللي راك ماكش تسمع فيهم، واحد يقتل المراه نتاعو، واحد يقتل بنته، واحد يقتل باباه، ماكش تسمع فيهم، ماكش تسمع في الجرائم، ماكش تقرا فيهم في الجرائد والله. نعم نور الدين، واش تستنى نور الدين؟ نور الدين كي تكون عندك حديقه ولا قطعه ارض تغرس فيها الشوك وتغرس تسقيها يعني بالفضلات، واش تستنى تخرج الورد؟ معقول؟ وحتى يعني شجره تاع تمر ولا شجره تاع برتقال تغرسها يعني لو تسقيها بماء الفضلات بالمجاري الوسخه لا تنمو، ما تمدش الثمره. هذا الامر هذا متوقع نور الدين،
كل الأشرار متوقعة أنها تكون. وسبحان الله اللي كذلك اللي 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 يزيد على هذا الشيء هي غياب المعارضة. غياب واش كلمة معارضة هذه؟ ما كان حتى واحد يعارض كما قال الأخ، عام كامل ولا أربع سنين ولا ثلاث سنين هما كامل يأكلوا خالصين لابي معارضة، وبعتك قبل الانتخابات يلا حملة مساندة، هذه معارضة. احنا مازال ما فقنا وراه مثقفين، واش من مثقفين كاين؟ واش من مثقفين؟ ما كاين والو. والأقسم بالله العظيم، أقسم بالله هاد المثقفين المزيفين والله لو كان يوقف معاهم كل واحد في اختصاصه، يجي معاهم واحد مثقف والله العظيم سيخرصون. تشوف والله غير يغلق فمه لأنه على باله مع من القاعد، والله غير يغلق فمه. أقسم بالله ما عندهم في الراس والو والله العظيم، ولو يكون دكتور ولو يكون مثقف. سي محمد هضر لي بعقلك، هضر لي بعقلك. هذو المزيفين اللي موضوعين محسوبين على انهم مثقفين. اذن الخلل راهو في الجميع، راهي منظومه نور الدين كما قلت لك. قلت لك اننا نلومو المواطن، ولكن المواطن في نفس الوقت راهو ضحيه. ما نقدرش نستنى واحد مريض نقول له قوم واعمل شيء. واحد راهو في انعاش، ماشي ساهل. الازمه تاع التسعينات اللي جات علينا ماشي سهله. واغتنموها للخونه، يعني والله كسروا البلاد، ما خلاو حتى مؤسسه. سبحان الله ما بقات حتى مؤسسه، ما كاين حتى حاجه نتشرفوا بها كجزائريين، ما كان حتى انسان نقولوا نتشرفوا به نقول هاوليك ما انتج هذا الانسان في القطاع تاع. ما كاين والو في بلاد قد تزاير. نهبل انا احيانا نهبل، عندنا بترول بونيس من عند ربي سبحان الله، بونيس. هاك تشوف انت اخرتها بالك لعود. راك شفت الفيديو هذاك مقطع نتاع جوز مجاهده تقول باللي كانت مسبله؟ مقطع هذا كان بينوه في القناة الجزائرية، قناة نتاع الخبر هذيك تاع الإخبارية هذيك. عجوز يعني كانت مسبلة بالحرف الواحد، تقول باللي ندمت اللي هزت الإعلام وندمت اللي قالت قسما. يعني إذا كان درك هذا الاستعمار وما أدراك من الاستعمار والحلف الأطلسي ما قدرش هو ينتزع منها هذه الكلمة وكانت مسبلة، اليوم في عهد الأوليغارشيا راها ولا تقول في هذا الكلام. تفضل سامر. نعم، يعني والله غير علامة على عدل الانهزام، علامة على الاستسلام، علامة على يعني واش بقى. سبحان الله ما كاش يعني واحد ما يقرر لنا الدنيا وما يقرر لنا التجربه كما هذه الام اللي كنت اللي حكيت عليها. سبحان الله العظيم، رجعوها شوفوا وين طاحوا بها. هذه هي الجزائر، هذا هو المستوى. والله غير خساره لو كان يعني دراري صغار قال معليش هذا نديروها. اخ سمير ضعف سمير، مسكينه تخلوها تهضر هكا. سمير دقيقه برك نديروا المقطع باش ربما كاين فيه بعض الاخوه اللي ربما راهم مرتبطين باجهزه مختلفه ربما ما يكونوش شافوا هذا المقطع هذا، فقط على جل باش يسمعوه. نسمعوا العجوز واش تقول. رانا الخميس هذا اللي عقبنا حنا حاو علينا الباص وخلناونا برا. رانا طالبين من دولتنا يقلبوا يلقاو عندنا سكنه، رانا طالبين يديروا لنا لي مينوت ويدونا، ما عندناش يشوفوا فينا رانا جازين. ها بوتفليقه انا بوطيت عليه على بوتفليقه باش يوقف معانا. بوتفليقة خليفة بومدين، أنا بومدين نحبه بزاف. أنا بومدين قالهم رميت الكبارة الخيطرة في يدي، هكذا قالها بومدين، قالهم رميت الكبارة الصحراء الخيطرة في يدي. أنا بوتفليقة بوطيت عليه وفرحت به. كنتي تظني بلي كاش نهار تولي في الزنقة مرة؟ ما ظنيتش. أنا مسبلة، ها هم الكباخت يهضروا مسبلة. وبنت مجاهد واخواني الولايه الخامسه قطع راسك كابيتان وطلعوا للجبل.
واش رايحين نقولوا؟ واش رايحين نقولوا لما تشوفوا انتم مجاهده برا في الطريق في 2016؟ واش رايحين نقولوا اكثر من هكذا؟ ويجي واحد يقول لي بلي انا بوتفليقه مجاهد، واش رايحين نقولوا؟ واش رايحين نقولوا لما تشوف انت حداد يمتلك القطارات، وتشوف ربراب يمتلك القطارات، وتشوف شذاذ الافاق، تشوف الفجره، شوف الفسقة، شوف المجرمين يمتلكوا في الهكتارات، ومجاهدة تترمى في الطريق. وش رايحين نقولوا لما تشوف واحد كما محمد الميلي ابن العلامة نتاع الميلي اللي كان سفير في الجزائر راه مرمي في فرنسا؟ وش رايحين نقولوا للمجاهدين؟ وش رايحين نقولوا للشهداء؟ وش رايحين نقولوا لهم؟ وش رايحين نقولوا لهم؟ وناس راها لاتيا مع ميسي ومع رونالدو، كملوا في الطريق نتاعك. تفضل سمير، كمل المداخلة نتاعك باش نمر الإخوة الآخر. والله الأخ نور الدين غير شيء يحزن، يعني هذا وين سمعت هذا الفيديو هذا، يعني والله العظيم كان الإنسان يعني يخلص له الدم يزيد ما يعرفش يخرج من عينه. خسارة عليكم والله، غير خسارة عليكم، تبا لكم، تبا لكم يلي راكو شدينا، والله العظيم غير نكتبوكم، نكتبوكم وحنا حيين نكتبوكم، نخلوكم تاريخ يا شياطن يا شمايت. خسارة عليكم والله، خسارة عليكم. السراق ماشي هكا، السراق ياكل ويوكل. ما قلنا لكم شكونوا أئمة، كونوا أبو بكر ولا ما نعرفش تكونوا، كفروا يا سيدي، كفروا وسقموا البلاد. تبان لكم تخلوا عجوزة كما هذه تهضر هكا، والله ما نعرفش نهضر. الاخ نور الدين لا حول ولا قوه الا بالله. شوف شوف، يعني كل نهار كل نهار كل نهار تقريبا كل ساعه، ماشي كل نهار، يعني واحد برك ما عندوش العلم على واش صار. كل ساعه كل ساعه من السيء الى الأسوأ، والو 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 في الجزائر. الحاجه الوحيده اللي تفرح في الجزائر نهار يسجل الفريق الوطني بيت، يسجل هدف، يتنفس الناس قاعد تتنفس نوض صفق. تصيد هذا مكان، او ربما نهار يطلع سعر البترول. اسمح لي الاخ نور الدين ولا اطلت المداخله، نخلي الاخوه يتكلموا. شكرا للاخ سمير. نعود نرجع لك للاخ عبد الرحمن. اخ عبد الرحمن، نحن في نهايه هذا البرنامج، كان الموضوع نتاعنا حول الاوليغارشيا. درك كيفاش على جال باش حنا نحاربوا هذا الاوليغارشيا، يعني وش هي الوسائل، وش هي الاشياء اللي نقدروا احنا نحاربوا بها هذا الاوليغارشيا حتى باش نختموا البرنامج. تفضل الاخ عبد الرحمن. نعم، وسيله قامينا لمحاربه هذه الاوليغارشيا، اولا عوده الشعب الجزائري الى بعضه البعض، يعني التخلي عن الانانيه، التخلي عن الجري وراء السراب، وراء الأوهام، وراء يعني الوهم، الفردانية والحياة المادية، لأن الجزائر، لأن الشعب الجزائري له مقومات، له وجود في التاريخ، له عمق اجتماعي وثقافي، من دونه لا يكون شعبا جزائريا ولا يكون له معنى. إذا عاد إلى هذه المقومات وإلى هذا العمق الاجتماعي، الثقافة الاجتماعية الأصيلة المتأصلة في التضامن، كيفاش يعود لها؟ يعود إليها يعني بنبذ الفرقة، نبذ الأنانية، لأن الشيء الذي استغلوا هذه الأوليغارشيا يعني أن حب المادة، أن الماديات قد استولت على كل ما هو يعني قيمة في المجتمع الجزائري. يعني فرقت المجتمع الجزائري إلى درجة يمكن أن تتصور، أصبح يعني الأخ يخون أخاه، يقول حقه، يعني ما يعني
يعني كارثه من الكوارث. لهذا قلت بانه ينبغي ويجب قبل فوات الاوان ان ينبذ الشعب الجزائري هذا التفرق. نعم. يعني ويعود الى الوعي. الوعي بماذا؟ الوعي باصلاح المنظومه يعني التربويه ككل عامه. يعني ان يضغط من اجل استرجاع يعني مصادر صناعه الهويه الجزائريه. نعم. نعطي مثال. اذا كان مثلا المسجد والمدرسه لا تقوم بمهمه تكوين وتنشئه الفرد الجزائري مرتبط يعني هويته الاجتماعيه العميقه، فماذا بقي؟ لن يبقى شيء، لن يبقى شيء. لهذا حتى اصبح يعني اقدس الاماكن، اقدس الاماكن هي الاماكن يعني اماكن العلم واماكن يعني الايمان في الجزائر. يعني استولي عليها رياء من الناس من ليس لهم لا قيمه لا في العلم ولا في الاخلاق ولا في اي شيء. اصبحت يعني هكذا يعني. لهذا قلت يجب اولا نبدا الفرقه عدم الجري وراء هذه الماديات، العوده الى عمق القيم الاجتماعيه الجزائريه الاصيله بابسط ويعني بابسط يعني مظاهرها. يعني عندنا احنا مظاهر تصنع هذا في المجتمع. التصنع يعني انسان تجاه يعني فارغ في قصبه داخل ما كان والو يعني يريد ان يجعل ان يصنع من نفسه شيء هو لا شيء. هذه المظاهر هذه القاتله، هذه المظاهر التي يعني تقضي على كل القيم يعني التي هذه القيم التي يحسبها المغفلون انها لا قيمه لها، ولكن هذه هي التي تصنع الارضيه الصلبه من اجل النهوض. هذا ما يمكن ان اقوله. شكرا الاخ عبد الرحمن. اتفضل الاخ نوري باش نختموا هذا البرنامج فيما يتعلق دائما بالموضوع نتاعنا نتاع الاوليغارشي هذه، كيفاش على جال باش يعني نكافحوها، كيفاش على جال باش نحارب الاوليغارشيا في الجزائر. نعم شكرا للاخ نورتين. اولا ليس من السهل، يعني عندما اقول ليس من السهل بمكافحه الاوليغارشيا هذا لا يعني انه من المستحيل طبعا، ولكن اقصد بالذكر أنه يتطلب جهد الجميع. يعني واحد ما ينتظرش باش يجي واحد زعيم ولا واحد مسؤول ولا واحد عالم ولا يقول لك صاي هذا هو اللي غادي يقول لنا الأوليغارشية، هذا مستحيل. علاش مستحيل؟ لأن المفهوم نتاع الأوليغارشية اللي ذكرناه سابقا وذكرنا بأنه ليس من الضروري أنه يكون فقط في النظام السياسي، موجود في النظام الداخلي وفي الفئات الاجتماعية. ونعطيكم مثال مثلا اللي هو نقدر نجيبه لكم وكاع الناس تسمع به وتعرفوا الخطوط الجويه الجزائريه. شوفوا الاوليغارشيه اللي فيها، شوفوا شكون اللي يخدم فيها، شوفوا شكون اللي يسيرها وكيفاش هو تعرفوا هذا النظام. اكبر اوليغارشيه موجوده في النظام الداخلي للخطوط الجويه الجزائريه. شوفوا في النظام العسكري والناس اللي هما راهم موجودين الان ويسمعونا في النظام العسكري يعرفوا. شوفوا الأوليغارشية اللي موجودة فيها الداخل. شوفوا في المستشفيات، شوف كيفاش مدير المستشفى كيفاش عنده أوليغارشية خاصة به وكيفاش يتعاملوا وكيفاش يسيروا وكيفاش يستغلوا وكيفاش ينصبوا وكيفاش يقلعوا وكيفاش إلى آخره. شوفوا في البارونات يعني بصفة عامة، شوفوا في القضاء، شوفوا يعني في 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 في, 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 في البارونات نتاع التصدير والاستيراد، في الشركة الوطنية للمياه، في السوناطراك. يعني هذه الأوليغارشية يعني أصبحت ممارسة عادية موجودة على كل المستويات، يعني أصبحت نمط معيشي يقوم عليه المواطن. وأعطيكم مثال، أنه واحد باش يدير عملية جراحية في المستشفى
لازم يشوف له واحد من هذوك اصحاب الاوليغارشية اللي في المستشفى كيفاش يدخلوا يعاونوا ويعطيه ربما اموال ورشوه باش يدخلوا. هذا مثل مثال. اذن هي اصبحت ممارسه موجوده على جميع المستويات، وبالتالي يعني لازاحتها ليس انها ينطبق فقط يعني نشوفوا نظام سياسي او جماعه تنتمي الى حزب سياسي او مسؤولين، او يتطلب جهد من كل النواحي. الدرجه الاولى الى بدينا نتكلموا بالناحيه الافقيه يعني بالنظام الافقي من فوق كما نقولوا احنا بالعاميه، احنا نعرفوا جميعا ان النظام الاوليغارشي كيفاش ينشا في حاله غياب التداول للسلطه لزمن طويل. يعني كي تشوف واحد الحكم سواء كان حكم يعني نتاع عائله او حكم نتاع فئه او حكم نتاع مثلا الحزب الواحد طال الى مده، وهذا موجود تعرفوه في المجتمعات الاسلاميه العربيه نفتخر به، موجود في كل المستويات. فبالتالي هذا هو اللي يعتبر المستنقع الذي يفرز خلايا او الخلايا التي يمكن ان ينشا فيها مستقبلا النظام الاوليغارشي. يعني حنا لا بغينا هذا النظام الاوليغارشي نقلعوه، لازم يكون اولا تداول على السلطه بهذا المفهوم اللي راني خاطب به النظام اللي راه يحكم، يعني خاطب المستويات اللي هما في المستويات السياسيه. الان اذا رجعنا للبنيه التحتيه ونخش بالذكر المواطن والموظفين والشارع ومثاله، هنا كاين جانب مهم اللي يعمل عليه هو الخطاب الديني. الخطاب الديني، علاش انا نقول دائما الخطاب الديني؟ لانه في كل يوم من يوم الجمعه مره في الاسبوع على الاقل هناك الملايين من تذهب الى المساجد لتسمع خطاب. روحوا عندهم شحال كان من مليون مره في الاسبوع يمشوا يسمعوا خطبه، ولكن ما الفائده؟ هل فيه يعني نتائج؟ اذن هنا وين راه المشكل؟ وين راه الخلل؟ باش كيفاش نقولوا الخلل انه الحلول كيفاش يكون النتائج تكون مفيده وايجابيه؟ انه في اغلب الاحيان نشوفوا الخطيب اللي يدير الدوله بين قوسين، يعني هذه فيها امور اخرى، اللي هو مختص فقط طيلات كل ايام الاسبوع ما يدير والو، يحضر فقط الخطبه نتاع يوم الجمعه، وبالتالي اغلبيتهم تجدهم مثلا يتعاملون في امور اخرى، في البيع والشراء وفي امور اخرى، والى غايه اليوم صباح الجمعه يمشي يدير فوتوكوبي ويمشي يقرا هذا، والناس راه بداو على بالهم الدنيا. اذن وكيفاش راه باغي يكون الاصلاح؟ كيفاش غادي يكون هذه التوعيه؟ كيفاش غادي يكون هذا التغيير؟ كيفاش يكون هذا تصحيح المفاهيم؟ اذن هنا هذا المشكل، خاصه كي نقول اصحاب الخطاب الديني لازم يديروا هذه بين عينيهم، هذيك الخلصه اللي يخلصوها ويديوها. كان ربما يقول لك لا عندنا مضايقات وعندنا، حنا نعرفوا باللي فيه هذه الامور، ولكن هذا لا يعني انه تاخذها كحجه باش ترقد وتنام وتطلب. لا، عندك دائما مسؤوليه، عندك طرق، حتى ولو كان شرطه امامك في المسجد تراقبك في الخطاب، كان امور تقدر تمررها بخلال عبارات، بخلال مفاهيم تقدر تمررها بدون الى تطرق يعني الى الخصوصيات. تقدر تتكلم في الشارع مع ناس وتوصل وتمرر الفكره، لان الفكره تقدر تمررها بعده طرق. تقدر دير فيسبوك ودير بسودو اللي ماهوش اسمك، تقدر تكتب وتنشر مقالات في اماكن اخرى، ولكن باش تاخذ حجه وتلقاها على نفسك وتنام وتجي الليله نتاع الجمعه دير فوتوكوبي نتاع الجمعه نتاع العام اللي فات وتجي تقراها بسرعه والناس راه تشخر وتقول انت الهمر صاي، هذا لا، هذا ما علاش انا نقصد، لانهم بالملايين وهم عندهم دور مهم في المهم. النقطة كذلك اللي تلعب دور في الحلول واللي هي تجي في النظام الأفقي اللي هي تعتبر السلطة القضائية. الآن السلطة القضائية اللي تعتبر هي المحور الرئيسي ومركز الرئيسي للتصحيح، ويعني باش الناس ما تنحرفش، المؤسسات باش ما تنحرفش، ولكن للأسف الشديد ما دام موجود النظام الأوليغارشي، هو النظام الأوليغارشي عنده السلطة القضائية في يده، يستخدمها ويدير كما يحب. إذن باش استقلالية القضاء هو اللي يلعب دور كبير في إزاحة الممارسات الأوليغارشية الموجودة على البنى التحتية في المستشفيات، أرى الجيري في السوناطرات، في المعاملات الإدارية والعامة الاجتماعية. هذا القضاء اللي يلعب دور كبير في الشحيدة.
إذن أنا واش ذكرت هنا؟ ذكرت المستوى الأفقي السياسي، ذكرت المستوى العمودي القضائي اللي صحح من فوق وجهاود، وذكرت المستوى الخطاب الديني اللي يلعب دور كبير على المواطن. هذه النقاط الثلاثة اللي هي تكون لازم تكون متشاركة، لا تخدم في ضربة واحدة، تمشي معاه. ولا ننسى الإعلام بطبيعة الحال، إعلام مشارك، ولا ننسى أن المواطنين كذلك، المواطن كذلك في هذا الوقت، في هذا الوصف اللي رانا نوصفوه للمجتمع. ما يبقاش يتكل أنه يسمع من التلفزة والله يستنى سياسي يعطيه مفاهيم صحيحة والله لا، لازم يجتهد بطرقه الخاصة، لازم يبحث، لازم يحاول كيفاش يدير اجتهاد الشخصية، وهذه كذلك مسؤولية عليه. ولا ننسى أنه عندنا كثير من المفاهيم موجودة الآن في الأذهان الكثيرة من المواطنين، سواء كانوا في على المستويات العامة، عندهم مفاهيم خاطئة، عندهم مفاهيم ما يفهموهاش. روح أنت الآن، روح دور في الشارع الجزائري ودير كاميرا وميكروفون وطرح سؤال: ما هو الفرق ما بين مثلا المحلل والمفكر، ما هو المؤرخ والمفسر والدكتور والأستاذ والعالم والمختص والمهندس والفقيه والإمام والمفسر مثلا والمرشد والداعي والخطيب والمعلم والناقد والشارع؟ هذه المفاهيم لا تدور في أذهان المواطنين. هم عندهم كل واحد، عنده الفقيه هو المعلم، هو المفسر، هو المخترع، هو المسير، وكلش تقول له المختص هو كيف كيف، تقول له المفكر هو كذلك. هذه المفاهيم هي موجودة، وكل مفهوم هذا الكون جيت تبحث عليه في اللغة العربية وفي التفجير تاعو عنده يعني طرق تديك إلى ما يعني غادي تبقى حاير. ولكن هذه المفاهيم لماذا؟ هذه اللي تعتبر كما نقولوا احنا مفتاح الوعي الاجتماعي، يعني هذه المفاهيم التي تفتح لي يعني إزالة الغشاوة التي يضعها النظام المستبد. وبالتالي هنا هذه المفاهيم لازم يتطرقها المواطن بمسؤوليته واجتهاده الشخصي بالنقاش والحوار والمطالعة والبحث وما شابه ذلك. هذا ما لدي أن أقول، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أخ نوري. إذن الإخوة والأخوات اللي راكم تتابعوا فينا الإذاعة نتاع وطني، كان الموضوع تاعنا اليوم هو حول الأوليغارشيا في الجزائر والتغيير. تفضلوا الإخوة مشكورين، داروا تعريف حول الأوليغارشيا، تحدثنا كيفاش نشأت هذا الأوليغارشيا في الجزائر وكيفاش هي نمات، الأهداف نتاعها. تحدثنا أيضا على بعض الثغرات الموجودة في القوانين وفي الدستور. تحدثنا أيضا على الحالة نتاع الشعب الجزائري تجاه هذا الطغمة، هذا الناس اللي راهم هما مخضعين هذا الشعب يعني الواجه يحبو. تحدثوا فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع الخلل المتعلقة بهذا الأوليغارشيا. فيما يتعلق بالرأي نتاعي أنا في النقطة هذه نتاع الخلل بطبيعة الحال هو النتيجة نتاع تراكمات هي أدت لهذا الانسداد، وأدت هي لهذا الاحتقان، وأدت لهذا الأوليغارشيا. يعني هي مجموعة من التراكمات السلبية اللي يعني تمتد إلى الفترة نتاع الاستعمار، وصلتنا لهذا الموضع. هذه درك كيفاش احنا على جل باش نقاوموا، كيفاش على جل باش احنا نكافحوا، كيفاش على جل باش احنا نوقفوا ضد هذا الأوليغارشيا في الجزائر. هذو ناس متنفذين، هذو راهم مثل ما قلنا في موضوع سابق أرباب، مثل ما قلنا في موضوع سابق نتاع مافيا. هذو راهم مافيا وعندهم ديروا لي في الخارج، عندهم علاقات مع جهات أجنبية، ويجي نهار اللي تكتشفوا هذه المسائل هذه. كيفاش احنا على جل باش نوقفوا ضد هذه الأوليغارشية؟ لابد من هو أن الناس تتوحد. ما نقدروش حنا على جل باش نقاوموهم بالتفرقة وبالتشتت نتاعنا، ما نقدروش نقاوموا هذا الأوليغارشية بالتسابق على السلطة. كاين بعض من الناس يحب هو أنه روح امشي ومن بعد الناس تتبع، كيما القطع نتاع الغنم هذيك، وراكم تشوفوا فيهم كيفاش راهم يتساقطوا كل مرة يتساقطوا. لماذا؟ لأنه ما عندهمش مشروع استراتيجي، ما عندهمش رؤية بعيدة،
ما عندهمش تشخيص دقيق للوضع اللي راه عايشته الجزائر، وبالتالي طاغية عليهم الأنا، طاغية عليهم المصلحة، طاغية عليهم بعض المسائل هكذا، ويسيحوا الابن نتاعهم ثم يطمعوه بحاجة ثم كذا يسيحوا الابن نتاعو، وبعد ما تروح له المصداقية نتاعو ويلقى روحه باللي راه هو منبوذ، فيما بعد يولي على العقب نتاعو. على جل باش نوقفوا ضد هذا الأوليغارشية، لازم الناس اللي يوقفوا ضدهم لازم ما يكونوش متورطين، ما يكونوش متورطين في الفساد الأخلاقي، ما يكونوش متورطين في الفساد هذا بشكل عام، يكونوا يديهم نظاف، ما يكونوش سراقين، ما يكونوش لصوص، ما يكونوش محتالين، ما يكونوش قطاع طرق، ما يكونوش من هذوك الناس اللي راهم يأكلوا في كل الموائد، ما يكونوش من هذوك النوع اللي راهم يتجولوا في الأحزاب، نهار مع الفلان، نهار مع الفيس، نهار مع الأرندي، نهار مع البليشنة، مع الويزة حنون، كل يوم راهو في مكان، نهار مع جاب الله، نهار كذا، كل يوم راهو في حزب، كل يوم راهو عنده طريق، لأنه هذ الناس فاقدين للمصداقية نتاعهم. المواطن لما يشوفك انت راك تدور في كل يوم في بلاصة، خلاص ينزع منك هذيك الثقة هذيك. إذن في المسألة تتعلق بالثقة، والثقة ما يجيبوهاش الناس اللصوص والناس المحتالين، الثقة لازم لها ناس معروفين بالمبادئ، معروفين بالمواقف الثابتة، معروفين بالحب نتاعهم للجزائر، معروفين بالتضحية، معروفين بالنزاهة، معروفين بالأخلاق، معروفين بالمبادئ. هذه الشروط هذه لما تتوفر في هذا الناس، الناس تلتف حولهم، الناس لا تلتف حول اللصوص وحول القطاع الطرق، لا تلتف حول الانتهازيين. كاينين الناس اللي الآن راهم هم انتهازيين، راهم يقدموا في الخدمات الجليلة للنظام، كل ما جات ثغرة حدثت هما يخرجوا. هاكم تشوفوا هذه الأيامات راه حدثت ثغرة، سواء كانت مفتعلة ولا ثغرة اللي ما انتبهوا لهاش، ولا ثغرة راهم هما داروها من أجل عجل باش يتستيوا الشعب. عوض هو أنه هذ الناس المعارضين، هذ الناس السياسيين يعرفوا هما كيفاش يتفاعلوا مع هذ المسألة، وكيفاش هما يستغلوها ضد هذا النظام. للأسف الشديد هو أنه يصيروا هما يطيحوا في البياج نتاعهم. أنا أشوف أنا في ناس دايرين واسمه برامج وحصص وصحافة تخبط حول الأمازيغية. هذا هو الوقت اللي احنا نتحدث احنا على الأمازيغية، هذا هو الوقت نتاعها. الناس كانوا يساندوا في هذا بوتفليقة طيلة هذا العهدات، وذكا خرجت الوطنية نتاعهم. وين كنتوا عميانين في هذه السنوات؟ وين؟ والجزائر تحرق، الجزائر تدمر بالتقسيط، وين كنتوا؟ كنتوا هذه السنوات، ألستم أنتم اللي كنتم تدعموا فيه؟ ألستم أنتم اللي كنتوا تدعموا في هذه الأوليغارشية؟ واحد يعطيه له كراسة يبيع البلاد، واحد يعطيه له خزانة يبيع البلاد، واحد يعطيه له تلفزيون يبيع البلاد، واحد يعطيه له هاتف نقال يبيع البلاد، واحد يعطيه له سيارة يبيع البلاد. ما كنتش أنتم اللي كنتوا، واحد يعطيه له منصب، منصب في البرلمان يبيع البلاد. ما كنتوش توما اللي كنتو هما، توما اللي كنتو تأيدوا في هذا الأوليغارشية، بل انتوما اللي ساهمتوا في النشأة نتاعها، وساهمتوا في التنمية نتاعها. هذا الناس هذو احذروا منهم، لازمكم تلتفوا حول الناس اللي يديهم نظاف، تروح تبعث عليه ما تلقى عنده لا مرسون تاع تراب ولا عنده اسمه. هذو اللي لازم تثقوا فيهم. أما الإنسان اللي راهو البارح يترشح وما خرجش، الله غالب ما كلاش في القصعة، من بعد هو لعبها باللي راه معارض. هاني نشوف فيهم أنا، كاين منهم حتى اللي راهو الآن راهو يتبع فيا. واحد كان ضبط صف ضابط في وقت سابق مع النظام، كان يلعق كان يلحس، ومن بعد خرج خلاص الكونترا نتاعو، خرج دورها معارض وترشح حتى في الانتخابات وما نجحش،
ومن بعد يلاه كل يوم دايرها على التصاوير حتى من الكادر من الكادر نتاع يتحمد ما طلقوش، وقال لك التغيير. هما راهم يقدموا في هذه الخدمات الجليله للنظام، كل ما شافوا ثغره حدثت هذيك الثغره ما من شأنها هو انه يستعملوها من اجل تغيير هذا النظام ومن اجل انقاذ هذا الشعب من هذه الكوارث اللي راها رايحه تحدث، يخرجوهما يسبقوا للشارع على جل باش هما يحتلوا الشارع هذاك باش يزيدوا يدفعوا في الشعب في التنفير، ينفروا الشعب من التغيير، ينفروا الشعب من السياسة. هاكم تشوفوا ذوك الآن الناس راها صارت لا تعبأ بالشأن العام. لماذا؟ لأنه راهم يشوفوا فيهم الناس كامل سراقين، وصاروا هذا الناس اللي ضحيوا، صاروا هذا الناس اللي قدموا تضحيات من أجل البلاد، صاروا عملة نادرة في البلاد، وحتى الناس ما تأمنش، ما يقول لك ما كانش، يقول لك مستحيل هو أنه راه واحد راه يخدم على البلاد. إذن الخلل يا الإخوة راهو الخلل الكبير، والخلل هذا كما قلت راهو نتيجة نتاع تراكمات، راه الأسرة تدمرت. راكم على بالكم بالتفاصيل بدون ما نظل نحكي لكم. صار الخو ما يتحدثش مع أخوه بالعام وبالعامين، بل حتى بالعشر سنين. إذن الخلل راهو كبير، راهو الخلل كبير في الأسرة الجزائرية، والخلل هذا كله نتيجة نتاع انعدام نتاع الثقة، نتيجة نتاع هذا الفتنة اللي عصفت بالبلاد. كاين الناس اللي عموا لهم عينيهم بالنميمة، وكاين الناس اللي عماتهم الدنيا يركب سيارة والله صاي خلاص يعمى، والله يدير مرا والله يعمى صاي. والمشكل راهو كبير موجود في البلاد، موجود في الأسرة، خاصة الأسرة. أسرة لما صارت الناس هو أنه تشوف أنت ذوك، أنا كنا ذوك جبنا هذا المقطع أنت العجوز هذه، تشوف أنت عجوز يعني في السبعينات من العمر تاعها مرمية في الشارع، هذه ما عندهاش عائلة تاعها، ما عندهاش، أعرف باللي راهو كاين واحد كلا لها حقها قبل الدولة هذه، راهو كاين واحد اللي كلا لها الحق نتاعها. ظلم، الحقرة، الحسد، البغضاء، راكم تشوفوا دوك، راكم تشوفوا في الأشكال تاعهم في الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي كذا، حسد حتى على التعليقات. تدير فكرة هو يديها من عندك ويحرفها على المكان تاعها على جل باش يروح يجيب بها ناس ويديها من عندك انت، يدير روحو ما شافك ما على بالك ما على بالو بك. على جل باش نقفوا اذا ضد هذا العصابة، ضد هذا المافيا، لازم توحد حول المخلصين، توحد حول الشرفاء، والتوحد حول المشروع. هذه المسألة هذه نتاع الدستور وهذه الانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية، هذه المسألة لازمكم تفهموا باللي راهم كاينين الناس راهم يخبوا في النظام، راهم هما اللي طيلوا في العمر نتاعو. لازم نعطلوا كل المشاريع ونركزوا الجهود نتاعنا حول تغيير النظام، ومن بعد الدستور راهو يجي فيما بعد. كاين بعض المسائل المختلف حولها، من بينها مثلا هذه المسألة نتاع الأمازيغية، هذه راها مسألة متخالف حولها وغيرها من المسائل. دوك انت تفرضها بالشعب ولا تفرضها هكذاك بالعصابة هذه نتاع الأوليغارشية هذه ولا بالمافيا؟ إلا تفرضها بالسيادة نتاع الشعب لازم لها حوار، لازم لها نقاش، لازم لها استفتاء يشارك فيه الشعب. تفرضها في الدستور هذا يكون نابع من الإرادة نتاع الشعب. كيفاش انت تقول باللي هذا البرلمان مزور وغدوة انت راح تنتظر من هذا البرلمان يصادق لك على هذا القانون هذا، وغدوة فيما بعد رايحين نعودون نرجعوا للنقطة نتاع الصفر؟ إذن هذه هي المسألة الإخوة والأخوات، لازم الناس تلتف حول المشروع. وإذا كان الناس التفت حول المشروع
إذا كان الناس جندت من أجل إنقاذ الجزائر، الجزائر راح توقف. إذا كان الناس راه كل واحد يخمم على راسه، راه يجي النهار أنا واحدة من الناس رانا راح نزيدوا هذه الإذاعة هذه نغلقوها، وحتى الحسابات هذه اللي راها موجودة راني قلتها شحال من مرة نزيدوا نغلقوها، والواحد ينسحب، يخمم الواحد في روحه ويخمم الواحد في ولاده، والله يسهل على كل واحد. هذه هي تحياتي لكل الإخوة اللي شاركوا معنا، الأخ نوري من إسبانيا، الأخ عبد الرحمن من بومرداس، الأخ تاتيرت، الأخ سمير من أمريكا. نلتقي إن شاء الله في فرصة واحدة أخرى. إلى ذلك حين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. الجزائر حررها الجميع، وأخطأ في حقها الجميع، ويبنيها الجميع.